نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بكم يا شباب، كيف الأخبار؟ أتمنى تكونوا بصحة وبسلامة دائما أبدا يا رب العالمين. كيف الأخبار؟ كله تمام؟ يا رب يكون أسبوع كان حلو عليكم كلكم يا رب دائما. وعليكم السلام يا عبد الكريم، بنورك يا أسماء طبعا. الحمد لله يا رب دائما. الله يخليك يا رب، تسلمين يا رب. عليكم السلام يا مرميد. عليكم السلام يا أمينة. يا رب تكونوا بصحة دائما يا رب. دي الجايزة يا عبد الكريم، ما تقلقش، هظبط لك جايزة كبيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دارين. إن شاء الله تستمتعي بدرس اليوم إن شاء الله يا دارين ومنوراني. إزيك يا كوتش؟ إزيك يا دارين؟ يا رب دايما كده تكونوا بصحة وبسعادة، ويكون يعني يوم ظريف علينا ونستفيد النهاردة، لأن النهاردة هيبقى يوم صعب شوية. هنحاول نطبق اكتر بشكل عملي، والمحاضره الجايه انتوا اللي هتنطلقوا، انتوا اللي هتعملوا الشغل الاكبر، انتوا اللي هتعملوا المحاضره. فعشان كده النهارده هنركز قوي. وحشاني جدا جدا يا نمرين، منوره. ده لينك المحاضرات السابقه للي حابب ان هو ينزلها. وبشكر اسماء، ده الاكونت الشخصي بتاعي اللي حابب يتواصل معايا بعد المحاضره، و باذن الله ان شاء الله باذن الله. اوكي، وده طبعا الجروب تقدروا تحملوا المحاضره باذن الله بعد الانتهاء ان شاء الله، تقدروا تحملوا المحاضره كامله على الجروب بتاعي على الفيسبوك. وعليكم السلام يا ايمي، منوره. اوكي، بنورك يا ايمي. الاسبوع القادم هيبقى انتوا المحاضرين يا عبد الكريم. ده بقى احد التطبيقات اللي احنا هنعملها، يعني كل واحد فيكم هيعمل برزنتيشن. ده بناء على الكلام بتاع النهارده، هيبقى كل واحد مطالب ان هو يعمل باور بوينت برزنتيشن، يعمل محاضره. وهنحدد ايه النقاط اللي هتتعرض فيها، بحيث انتوا اللي هيبقوا معاكم المايك، انتوا اللي هتتكلموا، انتوا اللي هتعبروا عن ذاتكم، وهتقولوا لنا انتوا هتعملوا ايه. تمام؟ ومعاكم اوريدي هتلاقوا في ثلاث محاضرات موجودين، المحاضره الاولى والثانيه والثالثه مسجلين على اليوتيوب، فتقدروا ان شاء الله ترجعوا لها برضه، انها هتفيدكم بشكل كبير جدا في المحاضره اللي جايه باذن الله. تمام كده؟ متفقين؟ طيب قبل ما نبدا كده، كم واحد ما حضرش معانا الاربع محاضرات اللي فاتوا؟ كم واحد ما حضرش الاربع محاضرات او حضر جزء من المحاضرات اللي فاتت؟ نعم. تمام. تمام. ايمي اول مره، ودارين اول مره. اسمع انا ما شاء الله كل المحاضرات بعد المحاضره اللي فاتت بس. اوكي، منوره يا ايمي ومنوره دارين. مين تاني ما حضرش المحاضرات اللي فاتت؟ عبد الكريم طبعا ضيف دائم معانا. مش عارف مين حضرت معانا كل المحاضرات ولا لا؟ طبعا، برافو عليك. مين حضرت كل المحاضرات صح؟ ولا حضرت جزء منها؟ الماضية ما حضرتهاش، جميل. يعني انت حضرتي ثلاث محاضرات، فاضل لك محاضرة واحدة فقط. تمام تمام تمام، خلاص. ان شاء الله يعني في شق مهم جدا هنتكلم فيه النهاردة في المحاضرة، وهنرجع حاجة بسيطة جدا المحاضرة اللي فاتت، لأن المحاضرة اللي فاتت برضه من المحاضرات المهمة جدا جدا، اللي هي كانت بتتكلم عن إدارة الوقت.
طيب هو لسه طبعا الحضور لسه ما اكتملش، احنا عندنا 10 دلوقتي مصر حاضرين، ودلوقتي اذان العشاء اذن، فهستاذنكم هناخد هنبدا بعد 5 دقائق او من 5 ل 10 دقائق بعد الصلاه، هنصلي صلاه العشاء للمقيمين في القاهره، ونعود بعد الصلاه. كل واحد يستعد، النهارده يوم صعب شويه فعايزين نركز. اوكي تمام كده. اوكي تمام، حسب بقى المواقيت الاخرى اللي عنده، صلاه المغرب لسه المغرب جدا، احنا دلوقتي العشاء في القاهره اذنت، فهنلتقي باذن الله في بعد الصلاه باذن الله. ف بالظبط 10 دقائق ونعود بعد الصلاه، دلوقتي الساعه 7:37 دقيقه، نرجع 7:47 دقيقه بتوقيت القاهره، وكل طبعا يراعي فارق الطبيعي. هنرجع بالظبط 7:45 دقيقه، يبتدي ان شاء الله 7:45 دقيقه بتوقيت القاهره، ونعود باذن الله بعد الصلاه. واضح؟ طيب ان شاء الله النهارده المحاضره الثامنه من كورس اصنع مستقبلك. طبعا قلنا كده فكره الكورس دوت هو طريقه عمليه علشان تعرف تخطط مستقبلك بشكل جيد. يمكن احنا قلنا ان الكورس عدناه بمراحل، وقلنا ليه نحضر الكورس دوت، وده اللي احنا اتكلمنا فيه في قبل ان نبدا، ودخلنا في المحاضره الاولى والثانيه واتكلمنا عن مرحله التحليل، وعملنا اختبار يونج للتحليل الشخصيات، وبعد كده بدانا في المحاضره الثالثه والرابعه اتكلمنا عن مرحله التخطيط وماذا نريد، وان شاء الله النهارده هي اولى محاضرات مرحله التطبيق. مرحله التطبيق هتتضم 4 محاضرات اللي هم محاضرات شهر 4 كله. طبعا لما اتكلمنا في مرحله التحليل وعرفنا ان في اختبار يونج لتحليل الشخصيه، اختبار انماط الشخصيه، ووجدنا ان في 16 نمط للشخصيه. بناء على هذه الانماط بنقدر نحدد ايه نقاط القوه وايه نقاط الضعف وايه الوظائف اللي كل واحد فينا يصلح ليها. طبعا في شباب عملوا الاختبار وطلعوا بنتيجه جيده، وفي ناس ستيل طبعا لسه ما عملوش الاختبار، فبرضك اللي حابب ان هو يعمل هذا الاختبار، لان هو ده احد الوظيفات اللي احنا هنعملها ان شاء الله خلال النهارده باذن الله، لكل واحد فينا هيحدد نمط شخصيته بناء على اختبار كارل يونغ. جميل يا زينب، ان شاء الله باذن الله هترجع ان شاء الله تنضمي لينا للجروب باذن الله، هتلاقي الاختبار اللينك بتاع الاختبار موجوده، وهتلاقي الاختبار موجود في الماتيريال، فان شاء الله باذن الله تستفيدي من هذه المحاضره بشكل كبير جدا. دي المحاضره رقم 5 يا احمد. بعد كده اتكلمنا في مرحله التخطيط في ماذا نريد عن نقطتين، ده كان محور المحاضره الثالثه والرابعه. ازاي نحول الحلم الى حقيقه، وده كان محور المحاضره الثالثه، وإدارة الوقت وده كان محور المحاضرة الرابعة. فمنورة طبعا يا زينب بحضورك معانا النهاردة. كل هذه المحاضرات موجودة على الجروب الخاص بي على الفيسبوك، تقدروا تنزلوها، والفيديوهات الفيديوهات اللي ليها علاقة بالمحاضرات برضه كلها موجودة بإذن الله، فتقدروا تنزلوا الفيديوهات وتقدروا تنزلوا محاضرات الماتيريال كلها، تستفيدوا منها الى باقصى درجه ممكنه. شكرا يا اسماء، ده لينك المحاضرات السابقه يا زينب، و تقدري تشوفي هتلاقي الثلاث محاضرات الفيديو موجودين تقدري تسمعيهم، وده رابط الجروب بتاعي الخاص بيا في كل المحاضرات السابقه، تقدري تنزليها وتقريها بشكل جيد. امال النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن مرحله التطبيق. النهارده هنعمل تطبيق لما تعلمناه واللي هنتعلمه.
محل تطبيق بتعني كيف سنكون، احنا نبقى ايه، كيف سنكون في هذا المستقبل. طب علشان اعرف انا هكون ايه، لازم امر بهذه السايكل، بهذه الدائمه من المراحل. لازم اعرف انا مين، انا مين كقدرات وامكانيات ومفهوم لشخصيتي بشكل واضح، فهذه هي المرحله الاولى. ايجابياتي مقابل سلبياتي ايه، هنعمل لهم ما يسمى في الميزان، الايجابيات مقابل السلبيات، وبعد كده الفرص مقابل التهديدات، ايه الفرص المتاحه ليا في الخارج، سواء فرص عمل او فرص ان انا اطور من ذاتي واطور من قدراتي مقابل التهديدات اللي ممكن اتعرض ليها. بعد كده بنحط اهداف، لان انا خلاص عملت نفسي في الميزان، عرفت ايه الامكانيات اللي عندي، ايه قدراتي، ايه الفرص اللي ممكن اطور نفسي فيها، وايه التهديدات اللي انا ممكن اتجنبها. وانا بقى احط الاهداف اللي تخصني انا، مش تخص شخص اخر. بعد كده هبتدي احط خطه عشان اوصل لهذه الاهداف، وبعد كده ابتدي في تنفيذ الخطه، وبعد كده اعمل عمليه المتابعه لهذه الخطه. طب لقيت كل الكلام ده مش مظبوط، يعني انا لما حطيت الخطه وبدات انفذ فيها لقيت ان الخطه دي غير ملائمه ليا، وبالتالي انا كده محتاج اسال نفسي الثاني نفس السؤال، من انا، ما هي امكانياتي، ما هي قدراتي، وارجع السايكل من اول جديد. وصلت ان انا نجحت، خلاص يبقى انا كده ببتدي اشتغل بشكل سليم وتنفيذي بشكل مظبوط جدا لخطتي. مفهوم كده يا شباب؟ جميل. من انا؟ الاهداف بتاتي من تقييم كامل يا مرميد، تقييم كامل لايه هي الفرص المتاحه، ايه هي القيود اللي مفروض عليا، ما هي نقاط القوه التي امتلكها، وما هي نقاط الضعف. كل ده بجمعها مع بعض اطلع منه الاهداف. واضح كده؟ طيب من انت؟ قلنا عشان نجاوب على هذا السؤال هنعمل الاختبار بتاع كارل يونغ. فتاني يا شباب اللي ما عملش هذا الاختبار ارجو ان هو يعمله علشان يقدر يحدد ما هو نمطه السلوكي اللي بناء عليه هيتحدد ايه نقاط قوته، ايه نقاط ضعفه، ينفع يشتغل ايه، ايه المهارات اللي عنده. اللي هي مرحله التحليل، مظبوط يا عبد الكريم. فمن انت؟ قلنا تفسيرها كلمه واحده، يبقى الواجب بتاعنا لسه بادئين يا نشوى. يبقى الواجب بتاعنا اول حاجه، اول سلايد هتعملوها في الواجب، ركزوا معايا قوي، اول سلايد وبشكر اسماء، ده لينك الاختبار يا شباب. اول واجب هيتعمل ان انت هتقول انت مين، انت مين في ال 16 مربع ده، انت من في ال 16 مربع من، وقلنا شرح المربعات موجوده في المحاضره الاولى والثانيه. الاختبار بمنتهى البساطه يا احمد، هتخش على اللينك هتلاقي الاختبار ده اونلاين، هتعمل الاجابات يس اور نو، يعني يا اه يا لا. تمام، لو انت عندك مشكله في اللغه الانجليزيه الاختبار مترجم بالكامل في المحاضره الاولى، فتقدر ان انت تنزل المحاضره الاولى وتفتح تسمع الفيديو وتجاوب الاختبار اونلاين. مجرد ما انت بتخلص الاختبار اونلاين بيطلع لك النمط السلوكي بتاعك اللي هو واحد من 16 شخصيه، وبعد كده هتلاقي ان في وصف كامل لشخصيتك، هتقدر تحدد ايه نقاط القوه وايه نقاط الضعف وايه الحاجات اللي انت ما كنتش تعرفها عن نفسك، وايه الفرص الوظيفيه اللي انت ممكن تشتغلها نتيجه لهذا الاختبار. تمام كده يا شباب؟ كده يبقى دي اول سلايد، دي هتعملوها في الواجب بتاعكم، يبقى هتقول لي من انا، وهتختار هتقول انت واحد من ال 16 نمط دول. اوكي؟ فدي اول نقطه هتتحط في البرزنتيشن. اول حاجه هنحطها في البرزنتيشن بتاعتنا، هنعمل زي ما كده اتفقنا نعمل باوربوينت برزنتيشن عن نفسك. اول حاجه فيها هتعمل انت مين؟ ما هو النمط السلوكي بتاعك؟ فدي اول نقطه. اوكي؟ طيب
بالنسبه للمرحله اللي بعد كده في مرحله التطبيق، انت في الميزان، انت فين في الميزان؟ هتلاقي ان في نقاط ايجابيه، ايجابياتك، وفي سلبيات، وفي فرص، وفي تهديدات. عليكم السلام يا سندس. خليك سلايد وحيد بس هنقوله تاني يا سندس، انا خليك بس معايا. احنا كده يبقى تاني سلايد هيتحط في الميزان، هتحط نفسك، هنعمل حاجه اسمها سوات اناليسيس. يعني ايه سوات اناليسيس؟ ايجابياتك، سلبياتك، ايجابياتك الشخصيه، وده مش كلامك انت، ده الكلام اللي انت تطلع منه من الاختبار. يمكن دي النقطه اللي احنا قلناها يا سندس قبل كده. اول خطوه احنا هنعمل بروجكت، هنعمل مشروع، المشروع ده هو انت يا سندس او هو احنا هنعمله. هنقول في اول سلايد، اول نقطه في الباوربوينت برزنتيشن بتاعتنا، هنقول احنا مين، وده نتيجه للاختبار اللي احنا عملناه قبل كده اللي هو بتاع كارل يونغ. يبقى دي اول نقطه في السلايد. في اول سلايد هتقول انت مين، انت انهي واحد في 16 مربع دول. بعد كده تمام، قلنا اللي عايز يرجع ده هيرجع للاختبار الاونلاين ويقدر يرجع للمحاضره الاولى والثانيه. الاولى فيها الاختبار كامل باللغه العربيه، والمحاضره الثانيه فيها توصيف لكل شخصيه. بعد كده ده اول سلايد. ثاني سلايد او في البرزنتيشن بتاعتكم هتبتدي تقول انت في الميزان، ايه النقاط الايجابيه اللي في شخصيتك وايه النقاط السلبيه اللي في شخصيتك، ده بناء على الاختبار. طيب في السلايد او الكلام اللي هيطلع لي كله بالانجلش وانا مش فاهمه، ممكن نراجعه مع بعض بحيث ان احنا نعمله. ممكن يا اما انت هتعمله بالانجلش وبعد كده واحنا في الشرح نوضح لك ده ايه وده معناه ايه، او ان في خلال الاسبوع ده تقدروا تبعتوا لي البرزنتيشن ونراجعها مع بعض ونقول ده ترجمه كل ده شيء واضح. هنكتب نتيجه الاختبار، مظبوط جدا يا امينه. فالسلايد الاول هتقول انا هذا النمط، يبقى انا مين؟ هتقول حاطط المربع بتاعك اللي هو اي ان تي جي اي ان اف جي، يعتبر انت مين؟ هتقول ان ده المربع بتاعك. فده اول سلايد يا امينه. السلايد الثاني هتحط طبعا مش لازم سلايد، ممكن يكون اثنين او ثلاثه او اربعه، انت هتقول ايه الاجابات الشخصيه اللي فيك، يعني انت ايه نقاط القوه اللي عندك، النقاط القوه اللي تمتلكها. ثاني نقطه ايه نقاط الضعف، السلايد الثاني. السؤال الثالث ايه هي الفرص المتاحه ليك، والفرص دي بتشمل اي حاجه خارجيه، يعني فرص عمل، انت لقيت ان انت ينفع تشتغل مدير مبيعات، ده نتيجه للتحليل اللي انت طلعلك، فدي فرصه. انت ينفع تشتغل في الحسابات، دي فرصه. طالما حاجه انت ما كنتش غير عارفها عن نفسك فدي هنعتبرها فرصه. في اول سلايد هنكتب اختصار بس يا عبد الكريم. في اول سلايد بس هنكتب الاختصار. بعد كده هتبتدي تقول لي في التفصيلات بقى ان هنطلع من التحليل الشخصيه ايه نقاط القوه هنحطها في الايجابيات، وايه نقاط الضعف هنحطها في السلبيات، وايه الحاجات اللي انت ما كنتش تعرفها عن نفسك دي هنحطها في الفرص او الوظائف. والتهديدات بقى اللي هو ايه المخاوف اللي انت خايف منها؟ هل انت خايف ان انت عندك مخاوف في مرات الاتصال، خايف ان انت زملائك يسبقوك، اي تهديد انت تشعر بيه سواء نتيجه لمنافسه او نتيجه لظروف شخصيه او قيود بتعيق وصولك للاهداف هتكتبها في التهديدات. واضح كده يا شباب؟ فانت كده في الميزان. يبقى ده النقطة الثانية في البرزنتيشن. يبقى النقطة الأولى من أنا؟ هنختار النمط اللي هنطلع منه بالاختبار. النقطة الثانية في البرزنتيشن بتاعتنا أقول أنا في الميزان، إيه نقاط القوة؟ إيه نقاط الضعف؟ إيه الفرص المتاحة؟ وإيه التهديدات اللي بتعاقب؟ الفرص يا أمينة إن أنت اكتشفتي إن أنت ينفع تشتغلي فرص عمل مثلا، دي فرص. أو هتعمليه بعد المحاضره يا نشوى، مفيش مشكله، اعملي الاختبار بعد المحاضره وهتكملي عادي، مفيش اي مشكله. اوكي؟ تاني
لا ملهاش علاقة بمقابل بعض، يعني سيبك ان هو مقابل بعض، لان ده اسمه تحليل خارجي يا أمينة. لكن انا بتكلم ان الفرص ايه، الفرص المتاحة ليا كعمل، فرص عمل، فرص تطوير. لا انا في حاجات انا كنتش عارفها عن نفسي، وانا لما عملت التحليل ده لقيت ان انا فيها صفات انا كنتش عارفها عن نفسي، دي بنعتبرها فرصة. الناحية التانية التهديدات، ايه القيود اللي بتعوقني، سواء قيود خارجية يعني ملهاش علاقة بنقاط الضعف، وبالتالي بحط التهديدات مقابل الفرص اللي قدامي. عشان كده بنقول الفرص مقابل التهديدات، لا اصدق تمام. لكن بقارن، الموضوع هنا مش مقارنة برضك يا شباب، لكن هنا بحاول ان انا عملية سرد لنقاط القوة ونقاط الضعف للفرص وللتهديدات، عشان استغلها بعد كده في وضع الاهداف. اوكي، ازاي هنخلي الايجابيات تاثر فينا؟ ده ان شاء الله يبقى محور محاضره كامله يا سندس، اللي هو هتبقى مسؤول عن التفكير الايجابي، وده هيفيدنا جدا في التطبيق. هنعمل محاضره كامله في خلال هذا الكورس عن التفكير الايجابي، ممكن تكون المحاضره اللي جايه او اللي بعدها. تمام كده؟ وعليكم السلام يا مناس. طيب يبقى ده النقطه الثانيه في المرحله. النقطه الثالثه ودي الخطيره، فاكرين احنا عملنا في المحاضره الثالثه السيره الذاتيه، ولكن احنا لما عملنا السيره الذاتيه كنا قلنا عمليه سرد مش اكتر، اللي هو ايه قدراتنا، ايه امكانياتنا، ايه الحاجات اللي احنا حققناها، كل الكلام ده كله. النهارده بقى هنتعلم حاجه جديده، ازاي اعمل سيره ذاتيه بطريقه احترافيه. ازاي هنعمل سيره ذاتيه سي في بطريقه احترافيه؟ ده اول شق في عمليه التطبيق. ما انت علشان ان انت تبني مستقبلك بشكل مظبوط، ان انت هتقدم على وظيفه، عشان تقدم على وظيفه لازم تبقى عامل سي في محترم، سي في يقبل، سي في يتم النقل بيه بشكل جيد، صح؟ عشان كده ده اللي احنا هنتعلمه النهارده. عشان كده كل واحد يجهز بقى الورق بتاعه والقلم، عشان هنكتب ايه النقاط الاساسيه اللي لازم تتوافر في السي في. يمكن احنا في المرحلة الثالثة عملنا مش السي في، ولكن احنا عملية جلد، جلد لمهاراتنا، لامكانياتنا، هل احنا عندنا مهارات، امكانيات، معارف، ده اللي احنا عملناه في المحاضرة الثالثة. لكن النهارده هنعمل بقى الحاجة الأصح، اللي هو هنعمل سيرة ذاتية بطريقة مختلفة. تمام، احضر وقع، حضر ورقة وقلم يا عبد الكريم. لا السيرة الذاتية من الناحية المهنية يا أمينة، هي تعريف مفصل عنك لما تقدمي للوظيفة. هنا مش بنعمل فورماتنج، احنا يعني هي الطريقة المثلى لوضع السي في. فده اللي احنا عايزين نتعلمه النهاردة، علشان ده هيفيدنا بشكل مهني جدا. تمام، كله جاهز يا شباب؟ السيرة الذاتية. السيرة الذاتية أول حاجة أنت بتحطها في السيرة الذاتية هو اسمك. اسمك بخط كبير. تمام. السيرة الذاتية السؤال اللولبي الحلزوني المعتاد، السيرة الذاتية بالعربي ولا بالإنجليزي؟ على حسب أنت هتقدم على أنهي مكان. يمكن إحنا عندنا في مصر بتفضل السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، لو أنت هتقدم في مصلحة حكومية بتبقى باللغة العربية. فكل واحد وحسب الكالتشر اللي هو بيعيشها وحسب المجتمع اللي هو بيعيشه، فكل واحد عارف الوظيفه او الشركه الهيئه اللي هو رايحها. تعمل الاثنين وارد برضه يا محمود انك تبقى عندك الاثنين، ولكن زي ما كده صياغه السي في باللغه العربيه او الانجليزيه او الفرنسيه للبلاد المنطقه باللغه الفرنسيه، ده بيعتمد على المكان او الشركه اللي انت رايحها. بس anyhow لازم يكون عندك اعداد لسيرة ذاتية باللغة العربية او اللغة الانجليزية او اللغة الفرنسية زي ما اتفقنا كده، على حسب المكان اللي انا بقدمه. اهم حاجة هنمشي بهذا النمط، هنمشي بهذا النمط، هو ده مش هقول هو الايدل، ولكن ده بشكل كبير جدا متفق عليه في معظم الشركات. فاسمك بشكل واضح ده هيكون في الجزء الايسر من السي في، و
بعد تحتيه رقم تليفون الموبايل البيرسونال موبايل، يعني ما تحطش رقم البيت ولا رقم مش معاك او رقم مقفول. طالما انت بتقدم على وظيفه لازم تبقى حاطط رقم الموبايل اللي معاك، مفهوم؟ طبعا حط رقم موبايل حد تاني، اوكي. والايميل الشخصي اللي انت دايما بتفتحه، فدول اول نقاط بتتحط في الجانب العلوي من السي في، الجانب الايسر من السي في، اسمك ثلاثي، رقم الموبايل او الكونتاكت نمبرز بتاعتك، والايميل الشخصي. واضح كده؟ على الناحيه الثانيه الناحيه المقابله بتحط الصوره الشخصيه ليك، تحط الصوره الشخصيه ليك. جميل؟ فده الجزء العلوي من السي في. واضح؟ تمام كده؟ لو حد عنده سؤال يسأل. لازم تكون كل ما كانت جديدة كل ما كانت أفضل طبعا يا ياسر. الصورة كل ما كانت أحدث كل ما كانت طبعا أحسن. أول نقطة في ال تتحط أو أول بند بيتحط في الأوبجيكتيف هو الأوبجيكتيف، هو الهدف، وأنت بيتقدم. بص يا أمينة، الموضوع الصورة بيختلف من شركة لشركة. لو الشركة طالبة في الإعلان بتاعها إن لازم يكون في ريسنت فوتو، يعني في صورة حديثة، يبقى لازم تحط صورة في السي في. وغالبية الشركات بتفضل إن يكون في صورة في السي في علشان تحدد هل الشخص ده مناسب للوظيفة ولا لا. ممكن شخص بيترفض لأنه شكلا مش مقبول بالنسبة له، فعشان كده بيفضل طالما ان في الاعلان كاتبين ان يبقى في صوره محطوطه في السي في. طبعا يفضل، لان بعض الشركات لما تلاقي ان في صوره في السي في وهم طالبين صوره، السي في ده ما يتبصش عليه. ده بعض الشركات بتعمل كده. امينه بتقول الشركه اللي بتطلب صوره بتبقى عايزه حاجه معينه وبتبقى كاتبه الصفات دي في الاعلان. لا، مش فكره حاجه معينه، يعني مثلا الشكل العام، المظهر العام. لو مثلا شركه بتعمل في مجال البيع او التسويق او العلاقات العامه بيفرق معاها المظهر بشكل كبير جدا. لكن لو هي وظيفه يعني مهنيه قوي او يعني ملهاش مظبوط يا اسماء، اي حاجه ليها علاقه بالتعامل المباشر والحوار او التجميل برضه بيهتم بالشكل العام او المظهر. لكن لو هي وظيفه ما فيهاش تعامل قوي مع الناس، عامة الناس ما بيفرقش معاهم قوي الموضوع. بس دايما كده على حسب الاعلان صوره ولا لا. الجزء الاول، الجزء الثاني هو الاوبجيكتيف، بتحط ايه الهدف من الوظيفه. فبتحاول ان انت تقول انت في الاوبجيكتيف بتكتب في ممكن دي صيغه ممكن تكون مناسبه لمعظم الناس، ان هو هل هو بيقدم على فول تايم بوزيشن ولا بارت تايم، يعني هل انت بتشتغل جاي تقدم على نصف يوم ولا يوم عمل كامل. اكيد طبعا يا اسماء بيتفضل الشكل اللائق بطبيعه الوظيفه، ده شيء مهم جدا، بيفصلوا الشكل اللائق بطبيعه الوظيفه، ده شيء مؤكد طبعا. البول بوزيشن، هل انت هتقدم على وظيفه يوم عمل كامل اللي هم 8 ساعات عمل ولا فور تايم اللي هو نصف يوم، فده شق هيتحط. هتقدم في انهي قسم؟ هل هتقدم في قسم التسويق، قسم المبيعات، قسم الماليه، قسم المحاسبه؟ فلازم تكون محدد انت جاي تقدم على ايه. انت جاي تقدمي على انهي وظيفه؟ ده الهدف يا امين. انت جاي تقدمي على انهي وظيفه؟ هل انت جاي على وظيفه محاسب؟ هل انت جاي على طبيب؟ هل انت جاي على مدير؟ موظف؟ لازم تحددي في الاوبجيكتيف انت جاي تقدمي على انهي وظيفه. تمام؟ فده كذا شق. اول شق فول ولا بارت تايم، يوم عمل كامل 8 ساعات ولا بارت تايم 4 ساعات في اليوم، فأني قسم؟ مثلا ان انا مهندس هشتغل في شركه، بس هشتغل في انهي جزء، انهي قطاع في الشركه، لازم اوضح برضه في الكريم.
بتبقى where I can demonstrate my technical and business skills to contribute to the company as وقت التايتل اللي انا مقدم عليه. يعني بقول انا هشتغل عدد ساعات العمل قد ايه في انهي قسم، وبقول انا هشتغل ايه المسمى الوظيفي اللي انا جاي مقدم عليه. لا، هي مش الوقت اللي انا بحدده يا امينه. في نوعين من العمل، في عمل بنسميه عمل يوم كامل، فده بنسميه فول تايم، ده اسمه الفول تايم، في اللي هو دوام او عمل دائم. في حاجه اسمه العمل الجزئي اللي هو بتشتغلي نصف يوم، نصف يوم ده بيعاد بخمس باربع ساعات، اربع ساعات لخمس ساعات على حسب طبيعه الشركه، فده بنسميه بارت. فده اكيد انت وانت بتقدمي تبقى عارفه انت محدده هل تشتغلي بارت تايم ولا فول تايم، على حسب طبيعه العمل وحسب طبيعتك انت. يعني كل واحد، في انسان بيشتغل مثلا شغال في قطاع حكومي الصبح وبيشتغل اخر النهار في شركه قطاع خاص، هنا هيقدم على بارت تايم وهكذا. وعليكم السلام يا توتا. اعتقد في الشركات الخاصه بس بيطالبين البارت تايم، بعض الشركات طبعا مش كلها، غالبيه الشركات بتطالب الفول تايم، مجرد على حسب طبيعه الوظيفه، حسب طبيعه الوظيفه. يبقى ده اول نقطه مهمه بتتحط في السي في اللي هو الاوبجيكتيف، انت جاي تشتغل ايه، هو ده القطاع الاول. ما فكيش كتير قوي يا توتا، خليكي بس معانا، والجزء اللي فاتك ممكن هنفرده سريعا في نهايه المحاضره. اوكي؟ طيب يبقى الاوبجيكتيف. تاني نقطه الاديوكيشن، انت تعليمك ايه؟ فهتقول انت مثلا خريج معاك بكالوريوس مثلا، يبقى في كابيتال اس كابيتال سي سمول، ده احنا بنسميه البي بكالوريوس، وتكتب بقى الكليه اللي انت اتخرجت منها والجامعه. طب انا لسه طالب وبقدم على وظيفه، هنا مش هكتب دي اس سي، انا هنا هكتب اندر جرادويت. لو انا لسه طالب وبقدم على وظيفه مش هكتب بي اس سي، لا انا هكتب اندر جرادويت. طب لا على كلام انا واخد معايا ماستر او معايا دبلومه، فهكتب بقى ان انا معايا دبلومه في كذا او معايا ماجستير في كذا او دكتوراه. طبعا تكبر الشاشه يا عبدون كده، كويس تمام. يبقى هكتب اسم الكليه اللي انا اتخرجت منها او اللي انا لسه طالب فيها، او لو انا عملت فيها دراسات عليا فهكتب طبيعة الدراسة العليا، وهكتب سنة التخرج، وهكتب تقديري العام. ده الأشياء الأساسية اللي بتتحط في الإديوكيشن بتاعي. مفهوم لحد كده يا شباب؟ يبقى عملنا الأوبجيكتيف، الهدف من الوظيفة إيه؟ أنت عايز تشتغل إيه؟ عايز تشتغل إيه؟ في هدف. النقطة الثانية هي الإديوكيشن، تعليمك. النقطة الثالثة هو الورك إكسبيرينس، اشتغلت إيه؟ طيب في الورك اكسبيرينس هبتدي بالاقدم ولا بالاحدث؟ هبتدي بالاحدث. هبتدي بالاحدث، يعني اخر وظيفه انا اشتغلتها ايه؟ هي دي اللي انا هكتبها. اخر وظيفه انا اشتغلتها ايه؟ مثلا ده التايتل بتاعي، واشتغلت من فتره ايه لكذا. لو انا ستيل شغال في الوظيفه، يا اما اكتب ستيل ناو يعني لحد دلوقتي، يا اما اكتب ستيل بريزنت يعني هكتب لحتى الان. اوكي؟ فهكتب مثلا بدات من فبراير 2012 لحد دلوقتي. يعني اكتب التايتل بتاعي، المسمى الوظيفي بتاعي شركه ايه؟ وبكتب انا شغال في التايتل ده من مده قد ايه؟ فده شق مهم جدا بكتبه في الورك سبيس. ممكن ازود اقول ايه بقى الميجر تاسك اللي انا بعملها في الوظيفه بتاعتي. بالذات اخر تايتل وظيفي انا وصلت له، اخر مسمى وظيفي انا وصلت له. طالب ما تطلبش وظيفه يا امين، لو انا بتكلم على عمل مهني، طالما ما عنديش فورت اكسبيرينس بس ما بحطهاش خالص، طالما الا لو انا مثلا عملت تدريب تطبيق مثلا، يعني رحت اتدربت في شركه ما او عملت تدريب عملي، فبحط في الورك اكسبيرينس التدريبات العمليه اللي انا عملتها. تمام؟ فورك اكسبيرينس لو انا طالب بكتب التريننج
كورس ده ايه التدريبات العمليه اللي انا عملتها. طبعا لو مفيش ده ولا ده يبقى هتبقى مش هحطها اساسا. اوكي؟ بعد الورك اكسبيرينس بعد الخبرات الوظيفيه وزي ما اتفقنا بعملها من الاقدم سوري من الاحدث للاقدم، يعني احدث وظيفه في الاقدم منها وهكذا. هل انا عملت اتشيفمنت نجاحات مهنيه او نجاحات شخصيه؟ مثلا كنت طالب مثالي، حققت نجاح في عملي، قدمت خدت جوائز نتيجه لعمل مثمر انا عملته، فده انا بعمله في ما يسمى بالاتشيفمنت. بالاتشيفمنت ايه؟ الحاجات اللي انا قدرت احققها، ايه النجاحات اللي انا عملتها. بعد كده ببتدي اقول ايه الكورسات وايه التريننج اللي انا خدته. هي بنقول بقى الكورسات اللي انا خدتها مثلا كورسات اكاديميه او لا ده التحقيقات بتاعتي عبد الكريم. دي حاجات ليها علاقه بشغلي اكتر. انا بس حبيت اوريكم لقطه عامه للسي في بتاعي. هي كتبت السي في بتاعي يا عبد الكريم ده اللي احنا خدناه. انا بقول بنشرح الموضوع مش اكتر. طيب طيب بعد كده اقول ايه الكورسات اللي انا خدتها، ايه الكورسات اللي انا خدتها. يعني يعني لو انا ما عنديش اكسبيرينس خالص خلاص ببتدي احط ايه الكورسز، الضغط على الكورسز. بقول مثلا ان انا واخد كورسات في كذا، خدت كورسات في تسويق، خدت كورسات هيومن ديفلوبمنت، خدت كورسات واتيفر. ايه الكورسات اللي انت خدتها؟ وبرضه تبتدي من الاحدث الى الاقدم. يعني ابتدي ربنا يكرمك يا امين، ابتدي برضك ايه احدث حاجه انت خدتها، ايه احدث كورس انت خدته او ايه احدث شهاده انت خدتها. فالاقدم في الاقدم في الاقدم، ده بالنسبه للكورسات والتريننج اللي انت خدتها. ربنا يعافيك ان شاء الله. عبد الكريم تاخد كورسات اكتر مني بكتير، انت لسه قدامك عمر اطول يعني باذن الله ربنا يكرمك، وتاخد كورسات كتيره جدا جدا جدا. بعد كده بنتكلم بقى المهارات، المهارات اللي عندي كلانجوج وككمبيوتر. مستوى اللغه الانجليزيه عندك عامل ازاي؟ ولازم تكون برضك صريح، يعني ما ينفعش ان انت تكون ضعيف في اللغه وتقول ان انت جود، ما ينفعش تكون انت جود في اللغه وتقول ان انت اكسلنت. فحاول ان انت تكون صريح في تقييمك لمستوى اللغه بتاعتك، لان ده بيفرق في التقييم العام في الانترفيو. فده الشق بتاع اللغه. الكمبيوتر بقى انت هل انت عندك كمبيوتر سكيلز كويسه ولا لا؟ في ناس ممكن تزود في السكيلز المهارات الشخصيه، يقول انت مهاراتك الشخصيه ايه؟ ممكن دي تتحط برضك تزودها از بيرسونال سكيلز. بعد كده بتكتب ايه الانترست بتاعتك؟ ايه الهوبيز بتاعتك؟ ايه هواياتك؟ بتحب ايه؟ لان برضك ده شق مهم جدا في التقييم، ان انت برضك تبين للناس ان انت شخصيه ممتلئه، حياتك ممتلئه، مش حياه فارغه، مش مجرد بس ان انت كنت بتدرس في الكليه خلاص، ما عندكش اي هوايات، ما عندكش اي انشطه. فده جزء الانترست. بعد كده تكتب بقى البيرسونال ديتا بتاعتك، عنوانك ايه، اتولدت امتى، جنسيتك، حالتك الاجتماعيه، الماريتال ستيتس دي الحاله الاجتماعيه، الماريتال ستيتس دي حاله التجنيد. اوكي؟ يا اميره انت سبت كل حاجه وركزت في الشعر. اوكي. حاله الجيش، ولو انت مثلا عندك رخصه قياده، لان بعض الوظائف تتطلب رخصه قياده، فتقوم كاتبها. واخر شق هو الريفرنس بتاعتك، مين لو حد حب يرجعون فبتسيبها تقول ان انت بس يعني بالطلب اللي انتوا طلبتوه. تمام يا امير، احنا كده زمايل يا امير. اوكي. طيب كده بالنسبه للسي في، واضح كده يا شباب؟ واضح كده؟ حد عنده اي سؤال كده في السي في؟ واضح؟ يبقى كل واحد مطالب. ده بقى النقطة الثالثة في الواجب. يبقى النقطة الأولانية قلنا هنكتب القاعد بتاعنا نوعنا إيه؟ بناء على الاختبار. النقطة الثانية قلنا
هنعمل الميزان اللي هو السوت اناليسيس، نقاط القوه نقاط الضعف والشق، ايه الفرص وايه التهديدات. ثالث حاجه تتعمل هو السي في، ثالث حاجه تتعمل هو السي في، السيره الذاتيه. هنعمله في العرض يا امينه. ما دي نقاط متسلسله يا عبد الكريم. ممكن بص، هو اهم حاجه يكون في النقاط الاساسيه اللي احنا شرحناها دي يا عبد الكريم. حابب انت تعرضه بشكل مختلف مفيش مشكله، يمكن ده تصور، ممكن تعمل تصور ثاني خالص مفيش مشكله. ليه فاضي يا نشوى؟ انا عايزك تملي النقاط اللي تمليها. فاضي يبقى احنا بعد كده يبقى عندنا خطه ان احنا يبقى عندنا سي في قوي. ده وارد. السي في على فكره مش بالكم، احنا بس عايزين الكيفيه هي دي اللي تهمني. اقول تاني يا منازل واجن الاولين. خلي صورتك يا عبد الكريم. طيب خليك بس مركز يا ملاذ بالواجب الثالث، وهنرجع في النهايه لاهم نقاط قلناها في الواجب. حاضر يا توتة، هقول دلوقتي السي في تاني على راسها سريعا. براحتك يا مينا، لو انت مش عايز تحط صوره شخصيه ما تحطهاش طبعا. اوكي، بالنسبه للبنات ليس عليهم حرج. ده مش احنا بس بنقول، لما بقى تحط السي في العملي بقى يا امينه، يعني مثلا هتقدمي الوظيفه، لا طبعا تحط الصوره. اوكي كده يا شباب. الصوره ما تهمنيش، انا اللي يهمني ان انتوا تحطوا السي في، ده اللي يهمني. طيب تمام يا امين. هيعمل الواجب يبقى لازم، احنا اتفقنا ان انا لسه طالب هكتب في الخانه بتاعت الوظيفه، في الخانه بتاعت الدراسه الاديوكيشن بتاعتي ان انا لسه طالب، هكتب ان انا اندر جرادويتد، لو انا لسه في جامعه هكتب ان انا اندر جرادويتد ستودنت في الجامعه الفلانيه، لو انا لسه طالب في مدرسه هقول ان انا طالب في مدرسه ستودنت في مدرسه معينه، مفيش مشكله. احنا بنعمل تطوير للمستقبل يا ملازم، مش مجرد ان احنا هنقدم على وظيفه دلوقتي، بس بنشوف علشان لما احط بقى اهداف واسعى عليها يبقى انا قدامي حقائق مش بتكلم وخلاص. اوكي، السي في سريعا جدا عشان توتا عندها مشكله في النت. اول حاجه توتا انت معايا؟ اوكي ركز بقى. فرعون هنكتب اول حاجه الاسم الثلاثي يا توتا في الجانب اعلى جانب الايسر، هنكتب رقم الموبايل، هنكتب الايميل اللي انا بتواصل دايما بيه. في نقطه قبل ما انسى، الايميل يا ريت يا ريت يا ريت يكون بعيد عن اي دلع، يعني توتو سوسو ات هوت كوم بلاش، نيكي وسوسو وجيجي ودودو بلاش، يا ريت يا ريت. لو انت عامل ايميل براحتك مفيش مشكله، ده خليه الفيسبوك، خليه بتاع تويتر، فاتيفر. بيدي انطباع زي مظبوط كده يا دينا. فيا ريت الايميل اللي يتحط على السي في على قدر المستطاع يكون ايميل بس على قد الاستطاعه. نعمل ايميل جديد ومش غالي يا امينه، الايميل هو مش غالي. هو الاسم الحقيقي افضل، مش مشكله يعني اختار بس اسم كويس، يعني اسم السي في عشان يبقى ماشي ان ده سي في. اوكي، مش رايحين النادي بس، ده هو ده اللي بتكلم. اوكي طيب، يبقى الاسم، رقم الموبايل، الايميل، الصوره يفضل انها تكون حديثه. تمام طيب، تمام يا امينه، صدق يا امينه الي. اوكي طيب، بعد كده قلنا نحط الاوبجيكتيف، الهدف، انا جاي اقدم على انهي وظيفه، فلازم اقول انا هشتغل، هل هشتغل فول تايم ولا بار تايم، هل هشتغل يوم عمل كامل ولا هشتغل نصف يوم. ثاني نقطه، هشتغل في انهي قسم. ثالث نقطه، هشتغل في انهي وظيفه. دول الثلاث نقاط الاساسيه تتحط في الاوبجيكتيف. عارف والله يا امينه صدق، لا مفيش ربع يوم، ايه ربع يوم ده يا نشوى؟ هنشتغل ساعتين؟ اوكي طيب، يبقى ده الاوبجيكتيف. بعد كده بنقول الاديشن، مستوى التعليم،
بكتب انا خريج كليه ايه، اتفقنا يا اما بي اس سي اللي هو بكالوريوس، لو انا معايا ماستر بكتب معايا ماستر ماجستير، لو انا معايا دكتوراه بكتب بي اتش دي دكتوراه، لو انا لسه طالب في جامعه هكتب اندر جرادويت بكتب اسم الكليه اللي انا فيها، لو انا طالب في دراسه هكتب ان انا ستودنت في المدرسه الفلانيه. بعد كده بكتب سنه التخرج وتقديري العام. تمام. بتضيف الرقم، هل يكون الرقم محلي في البلد او الرقم الدولي للشخص؟ على حسب يا عبد الكريم، هل هتقدم على وظيفه عالميه في شركه مثلا، يعني انت هتقدم في بلد ثانيه، طبيعي هنا هتكتب الرقم الدولي، لكن لو انت بتبعت السي في نفس البلد فهنا مفيش يعني احتياج ان انت تحط الرقم الدولي قبل رقمك في السي في. لا لا عادي، مش هتفرق عبد الكريم، مش هتصل، ابقى اتصل بيك بعدين، ما فيش مشكله. تمام. احنا بس عايزين نشوف التنسيق يا حبيبي. جات لي وظيفه هقول لكم عليها على طول. طيب بعد كده قلنا الورك اكسبيرينس، تكتب انت اخر وظيفه اشتغلتها ايه؟ واشتغلتها ايه الفتره اللي انت اشتغلتها؟ يبقى تكتب اسم الوظيفه وشركه ايه؟ والفتره اللي انت اشتغلت فيها في هذا المكان. قلنا الورك اكسبيرينس من الاحدث الى الاقدم. بعد كده ايه الاتشيفمنت؟ لو انت عليك تحقيقات حققت انجازات على المستوى المهني او المستوى الشخصي هتكتبها. انهي خانه يا امينه؟ بتاعت الوظيفه. مفيش مشكله تبقى واضح، اتفضل. واللي ما عندوش خبره ما تكتبهاش عادي جدا. على فكره مش معنى ان النقطه موجوده عدم وجود مشكله، عادي. ما انا لو انا لسه حديث التخرج اكيد مش هيبقى عندي ورك اكسبيرينس، فده مقبول. تمام؟ مقبول يا شباب ان انا ما يكونش في خيانه مش موجوده، عادي. ده لا يعيب الشخص. انا لسه حديث التخرج، لسه طالب، فده طبيعي. اللي مش طبيعي ان انت تكون مثلا اتخرج بقالك 5 سنين وما اشتغلتش خالص. هو ده اللي مش طبيعي. واضح كده؟ يبقى الجوازات. بعد كده بنقول بقى ايه الكورسات او التريننج اللي انت حطيتها. اي انجاز شخصي او مهني يا اسماء، يعني انت مثلا عملت في الشغل، عملت نسبه تحقيق لاهداف العمل بنسبه 100%، فده انجاز. عملت تطور في اداء المنظومه اللي انت شغاله فيها، فده اسمه انجاز. في انجازات شخصيه، ان انت خدت جوائز نقديه او معنويه، فده كله بيخش في اطار الانجازات. واضح؟ بعد كده الكورسات، اي كورس انا خدته بكتبه برضك من الاحدث الى الاقدم. بعد كده بقول ايه مستوى اللغه عندي في السكيلز، بكتب اللانجوج ايه اللغات اللي انا بعرف اجيبها، مستوى درجه الاجابه والكمبيوتر. وعليكم السلام يا احمد منور. برضك بشوف ايه مهاراتي في الكمبيوتر. بعد كده الانترست اريا، ايه هواياتي؟ ايه هواياتي؟ بكتبها. بعد كده بكتب بقى البيرسونال داتا اللي هو الادرس، الديت اوف بيرث، عيد الميلاد، الناشوناليتي، جنسيتي، والماريتال ستيتس، عزب، متزوج، خاطب، وات ايفر. و ده للولاد، هل هو واخد اعفاء ولا كمل خلص التجنيد ولا لسه لم يصب الدور. ودرايفنج لايسنس بتاعته، معاه رخصه قياده ولا لا. يرجع كده ريفرنس، مين المرجع اللي ممكن يرجع؟ يعني ايه مكتمله يا لا مش مكتمله، تقول ان انت ناو ستادينج الكورس الفلاني، يعني لو انت لسه الكورس ما خلصش تقول يعني اي ام ناو ستادينج كذا كذا، تقول انا لسه بحس هذا الكورس. حطيها طبعا يا توتا، اي كورس انتوا بتاخدوه اكتبوه، مفيش اي مشكله. مالهاش علاقه بالاعتماد قوي يا توتا، اهم حاجه تكون انت واخده الكورس وبتطبقيها في حياتك. الاعتماد مش بتبص عليه قوي يعني. الا في بعض الشركات. جميل جدا يا امينه. محمود يقول دكتور لو انا بشتغل على برنامج ومش واخد فيه شهاده اكتبه. لو انت مش واخد شهاده فيه ما بتكتب البرنامج، ولكن ما تطلبش ان هو سيرتيفايد. يعني مثلا هنا مثلا حلو سؤال يا محمود، هتلاقي مثلا كاتب
سيرتيفيكت ده معنى كده سيرتيفيكت انا واخد شهاده في الكورس ده ومعايا الشهاده فهكتبها. طيب في كورسات انا مش واخد فيها شهاده بكتب اسم الكورس بس فده عادي جدا طالما انا خدت كورس بكتبه من غير شهاده. لو انا معايا شهاده منه بكتب بقى معايا سيرتيفيكيت اوف كذا. واضح كده يا محمود؟ طيب حاضر يا احمد هقول سريع ده اللي احنا عملناه. امينه هديكي شويه ايه يا دكتور؟ شويه كورسات؟ طيب ماشي يا امينه الله يكرمك ربنا يجازيك كل خير يا رب. طيب بعد كده قلنا اللغه وبعد كده قلنا الانجلس وبعد كده قلنا انفستمنت داتا والانفستمنت اوكي؟ سريعا سريعا تاني الحاجات اللي احنا قلناها احنا عملنا قلنا في مرحله التطبيق قلنا هنعمل كذا حاجه. اول حاجه هنكتبها هنعمل برزنتيشن. البرزنتيشن دي فيهم قلنا ثلاث محاور مهمين هتتعملوا في البرزنتيشن. كل واحد فينا هيعمل باور بوينت في البرزنتيشن هتقول انت مين ما هو نوعك ده بناء على الاختبار بتاع قريب. ده اول سلايد. تاني سلايد هتعمل فيه ايه؟ في الميزان. بناء على الاختبار هتقول ايه نقاط القوه؟ ايه نقاط الضعف؟ ايه الفرص المتاحه بالنسبه لك؟ وايه التهديدات اللي بتعوقك؟ القيود اللي بتعوقك؟ فده كده انت في الميزان. هتجيب الكلام ده منين؟ من التحليل اللي انت عملته. ثالث نقطه هتعمل السي في الشخصي بطريقه احترافيه. ده زي ما احنا عرضناه النهارده. يا دول اول ثلاث حاجات هتتعمل في الواجب بتاع النهارده. الواجب بتاعنا ده بيلم لنا كل اللي احنا خدناه خلال الكورس. التحليل تقدر ترجع له الملاذ في المحاضره الاولى والثانيه، هتلاقي المحاضره الاولى والثانيه موجوده على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، تقدر تحملها على اليوتيوب في الاختبار وفي اللينك بتاع الاختبار الاونلاين، تقدر تخش عليه وتعمل الاختبار وتعرف تقييم كامل لشخصيتك. الجوائز بتتحط في الاتشيفمنت جنرالي. اي جائزه انا حصلت عليها حطها في الانجازات في التحقيقات. شكرا يا محمود. ده لينك الاختبار والماتيريال السابقه اللي تقدر تنزلوها من عليه. تمام مشكور جدا يا محمود. وده لينك الجروب بتاعي ميرسي يا اسماء. تقدر تنزلوا منه الماتيريال نفسها و تقدروا طبعا زي ما اتفقنا تتواصلوا معايا في اي وقت. جميل؟ بعد المعلومات الشخصيه يا ملاذ قلنا ان انت بتحط الريفرنس اللي هو مين الشخص اللي ممكن يلجأ له. يعني دايما كده بعض الشركات بتطلب ان يكون في ريفرنس في مرجعيه. لو مثلا جم يسالوا عليك مين فبتحط ده ما يسمى بالريفرنس. مفهوم كده يا شباب؟ النقطة الرابعة عندنا ايه هي الاهداف؟ اهدافنا بقى. يعني عملت تحليل وعملت التقييم بتاعي وعرفت ايه نقاط القوة وايه نقاط الضعف وايه الفرص وايه التهديدات. هتبدأ احط التهديدات. سوري احط الاهداف. ايه الاهداف بقى اللي انا احطها؟ يمكن انا عايزكم تركزوا اكتر هي الاهداف المهنية والاهداف الشخصيه. طبعا في اهداف دينيه، انت عايز مثلا تحج تعتمد تصوم صيام وتقدر اي هدف دي طبعا ده ليك انت شخصيا. في اهداف شخصيه عايز تطور في نفسك قدرات محدده، تتعلم لغات، تتعلم مهارات، ده ممكن الاهداف اللي تتحط. طبعا اهداف اجتماعيه، عايز تتجوز، عايز تبني علاقات اجتماعيه طويله المدى وتقدر ايه اهدافك الاجتماعيه. اهداف مهنيه، عايز تشتغل في شركه ما، عايز تترقى في وظيفتك، كل دي اهداف. فكل واحد فينا ليه اهداف. طيب بناء على التحليل الشخصي احنا عملنا في حاجه اسمها كارير اوبشن، وظائف تصلح لينا. فكل واحد هيحط في الاهداف بتاعته ايه الوظيفه التي يصلح ايه الوظيفه اللي هو يصلح لها. جميل كده؟ هدف شخصي، انت مثلا عايزه مثلا مهاراتك يا امينه، عايزه تطوري من نفسك، عايزه تتعلمي لغه، عايزه تتعلمي مهاره معينه، كل ده اسمه اهداف شخصيه. لا ما هو في شق شخصي يعني يخص الشخص يا امينه اللي هو انت كامينه،
لكن شق ديني ده علاقتك مع ربنا، شق اجتماعي علاقتك مع المجتمع، شق مهني علاقتك بوظيفتك. لكن علاقتك بأمينة ايه اضاعك ضيعك، هو ده الاهداف الشخصية. واضح كده؟ بعد كده اذا هنحط الاهداف يبقى السلايد الرابع او الشق الرابع عندنا هو الاهداف، فهيتم سرد الاهداف بتاعتكم. بالضبط يا نشوة اصدقاء او معارف على حسب درجة العلاقة. وزي ما قلنا قبل كده اهداف لازم تكون واضحة ما فيهاش غموض، قابلة للقياس، يعني اقدر اعملها قياس بصورة رقمية، يكون هدف واقعي اقدر احققه على ارض الواقع، هدف طموح اقدر يضاف لي كانجاز، ومحدد بمده زمنيه، يعني هو هوصل للهدف ده في خلال سنه، في خلال سنتين، في خلال شهر، في خلال اسبوع، في خلال 5 سنين. لازم احط مدى زمني للاهداف بتاعتي. الله يكرمك يا رب يا عبد الكريم. واضح كده؟ يبقى ده لازم نراعيه لما تحط هدف. يعني ايه لا يمت؟ هل هو هدف واقعي ولا غير واقعي يا امينه؟ مش واقعي يبقى مش هدف. مش واقعي يبقى مش هدف. لازم وانا بحط الاهداف احط اهداف واضحه قابله للقياس، واقعيه، طموحه، محدده. حلم طيب ماشي. حلم طالما غير واقعي يبقى ما مش هيتحط في الاهداف. حلم واقعي ماشي حطيه. اوكي كده؟ بعد كده ابتدي بقى احط الخطه. يعني مثلا يا مياده، ما ينفعش احط هدف ليا يا مياده اقول مثلا انا طالب مثلا في الكليه اجيب مقبول وانا امكانياتي كتحصيل ضعيفه، فما ينفعش اقول انا السنه دي هجيب امتياز. ده هدف غير واقعي. مثلا. او انا شخص امكانياته محدوده، امكانياته الماليه محدوده، واقول ان انا هاخد ماجستير اداره اعمال من جامعه امريكيه. ده هدف غير واقعي. فالهدف الواقعي يعني هدف قابل للتحقيق. مش حاطط هدف علشان يعمل لي عمليه احباط او عمليه انا خطي وخلاص. لازم هذا هدف اقدر لو انا ساعدت عليه اقدر اوصل. بالظبط على امكانياتي الحاليه، ولو هو بعيد شويه ولو انا طورت امكانياتي ممكن اجيبه. يعني برضك الموضوع زي ما قلنا كده حتى ربطنا بكلمه طموح، لان مش بس الواقعيه كمان طموح، لان ممكن يبقى مثلا انا لو طورت نفسي شويه هقدر اجيب الهدف ده، فده اسمه هدف طموح. بس يكون واقع. لو اجتهدت هقدر اوصل. يعني ينفع ما يبقاش تعجيزي وانا نفسي اللي حاطاه، مظبوط كده يعني. الخطه بخصوص بقى مرحله الخطه، ان انا لازم احط خطه. في ناس بتعرف تحط خطه كل سنه، يعني يبقى شيء كويس جدا انك تحط خطه كل سنه او كل شهر او كل اسبوع عشان توصل لاهدافك، طبعا كلهم بناء على الهدف بتاعه. بالظبط كده يا ميادة، عشان ما يحصلش احباط ولا يعني اغلق الطموح، مظبوط 100%. عشان اوصل للهدف طريقة الوصول للهدف هي دي الخطة يا أمينة. الهدف هو ان انت توصلي للحاجة المعينة دي. طب عشان توصلي لها ازاي؟ فالطريق هو دي الخطة. تمام؟ مظبوط كده. فلازم احط خطة، ولازم الخطة تكون مكتوبة، مظبوط جدا يا أمينة. ولازم احدد الأنشطة اللي انا هعملها عشان احقق هذه الاهداف، سواء الاهداف السنويه او الشهريه او الاسبوعيه. لو عندي حاجات انا بعملها بتضيع وقتي، ايوه ما هو احنا قلنا يا امينه الخطه هي الطريق اللي بيوصلنا للاهداف. يعني الخطه دي مش حاجه بعيده عن الهدف، ده دي الطريقه اللي انا هقدر اوصل بيها للهدف. لا كل هدف له خطه يا امينه، يعني كل هدف انا بحطه ليه خطه بتاعته. لكن مش حاجه اسمها خطه واحده لكل الاهداف. لكن انا بعمل
خطه لكل هدف. انا عشان اوصل للهدف ده في خطوات هعملها، فالخطوات اللي انا هعملها دي بنسميها طريقه التخطيط. حاضر يا ميادة، ممكن ادور لكم على خطه استراتيجيه. هو الموضوع مش بالتعقيد اللي انتوا يعني، طريقه التخطيط ابسط من كده بكتير، لكن ده اللي احنا شرحناه حتى في المحاضره اللي فاتت، فانت برضك حتى ممكن ترجعي للمحاضره اللي فاتت يا ميادة. بس ابسط طرق التخطيط ان انت تعرف تكوني عارفه امكانياتك، وده اللي احنا عملناه في عمليه التقييم. بعد كده بتقولي بناء على هذه الامكانيات وهذه القدرات انا عايز اوصل للهدف الفلاني. سي انا مثلا عايز ان انا اكون مدير اداره التسويق. حلو، عشان اكون مدير اداره التسويق امكانياتي المتاحه تخليني اوصل للهدف ده في خلال قد ايه؟ هل خلال سنه؟ سنتين؟ 5 سنين؟ اقول لا، خلال 5 سنين. حلو، فعشان اوصل في خلال 5 سنين لهذا الهدف هعمل ايه؟ يبقى المفروض ان انا هطور الناحيه المعرفيه عندي فهاخد كورسات، المفروض ان انا هكتسب خبرات فهعمل درجه من الاحتكاكات مع الناس، المفروض ان انا هطور طريقي المهني وهكذا. فهي دي انا دي اسمها الخطه اللي انا بعملها عشان اوصل لها. واضح كده؟ بالظبط يا كريم، لكل هدف خطه ووقت معين لتحقيقه. وبرضك هرجع تاني اقول لكم حاجه مهمه، مش من الشطاره ان انت تحط اهداف كتيره. يعني مش من الشطاره ان انت تحط اهداف، ما ينفعش احط اهداف واقول انا هحققه في خلال سنه. ده اكبر غلط. الشخص اللي بيحط اهداف كتيره جدا بالتالي مش نتيجه لوقته ونتيجه للظروف ونتيجه حاجات كتيره جدا عشان يحقق كل الاهداف دي، وبالتالي ممكن من 10 يحقق 2 فهيسبب له احباط فبالتالي ما يعملش اي حاجه بعد كده. فلازم ندقق في اختيارنا للاهداف وبالتالي نحدد هدفين او 3 أو 4 بناء كل واحد على حسب قدراته وامكانياته ويحاول ان هو يشتغل عليه. ممكن طبعا يكون هدف ماني مع هدف اجتماعي. امينه بتقول لو في هدف في المستقبل محتاجه احاول بس مش منتظر عليه دلوقتي احط له خطه. لا، ما هو لو انا هبتدي في تنفيذ الخطه من دلوقتي اوكي، لكن لو انا مش هبتدي في التنفيذ دلوقتي فهاجل التخطيط لاحقا. لو عندي زي ما اتفقنا كده يا مياده، هل امكانياتي تخليني اشتغل على اكثر من هدف؟ اوكي، بشوف امكانياتي تخليني اشتغل على كام هدف؟ 2 3 4. حلو، فابتدي احط خطه بالتوازي ما بين عشان اوصل لهذه الاهداف، وابتدي اشتغل بشكل مرحلي عشان اوصل لهذه الاهداف. واضح كده؟ عموما الاهداف ممكن تترابط مع بعض، ما طالما انا انسان طبيعي لازم يكون عندي اهداف شخصيه، عندي اهداف اجتماعيه، وعندي اهداف دينيه، وعندي اهداف مهنيه، اي انسان عنده. فعشان كده قلنا 4 لان هقدر احقق الـ4 بالتوازي، مفيش تعارض ما بين الـ4. لكن ما ينفعش مثلا اقول انا عايز اطور مهارات التواصل ومهارات الاستماع وهطور الانجليش عندي والكمبيوتر، كل ده هعمله في سنه او اقل من سنه. ده هيبقى كتير قوي عليا. ممكن ما انفذش ده كله. عشان كده بفضل ان احنا نركز ونركز على 4 أهداف على الأكثر عشان أقدر أحققها. لو أنا إمكانياتي الشخصية تخليني أعمل أكثر من كده مفيش مشكلة. بس زي ما بيقولوا كده، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. واضح؟ فاهم كده؟ لو أنا عندي أنشطة غير ضرورية ألغيها، أحاول أعمل ترتيب للأنشطة بتاعتي حسب الأولوية، يعني إيه الأهم؟ هو ده اللي انا هبتدي بيه. وابتدي احط جدول زمني لكل مهمه انا بعملها، واحدد الامكانيات المطلوبه لكل مهمه، واحدد المسؤول عن كل مهمه. يعني لو انا المسؤول عنها هعمل، يبقى انا حاطط ده في الخطه، لو في شخص هيساعدني هكتب الاشخاص اللي هتساعدني وهكذا. ده نقاط هامه جدا جدا في التخطيط. بعد كده بنتكلم على التنفيذ. انا ابتدي انفذ اللي انا خططته، وده عشان احول الخطه اللي هي ابسط انواع التخطيط اللي هي الخطه الاسبوعيه
لازم اعملها بشكل يومي، ان انا بفرد على الكالندر بتاعتي، على النتيجة بتاعتي سواء على الحيطة او في الموبايل، ايه الحاجات اللي انا هعملها خلال الاسبوع. هات مثلا يوم سبت هعمل واحد واثنين، يوم الاحد هكتب واحد واثنين وهكذا. يبقى عندي قائمة اعمال يومية ببص عليها في بداية اليوم، واحاول على قد ما اقدر ان انا التزم بقائمة الاعمال دي، وابتدي انجز في كل مهمة مطلوبة مني، وما احاولش ان انا اتردد لان التردد هيأخرني، واتعلم ان انا اقول لا، لا لايه؟ لاي حاجة ممكن تعطلني. يعني لو انا مشغول بذاكر او بدرس او بشتغل وفلان عايزني اسيب شغلي ومذاكرتي واقعد معاه يتسلم، اقول له اسف انا مشغول دلوقتي، لما افضى ممكن ان انا اعمل الحاجه اللي انت عايزها دي. فنتعلم ان احنا نقول لا علشان ما نضيعش وقتنا كتير. بتحاول قد ما تقدر ان انت طالما بدات في شيء تنجزه، بتحاول توفر كل حاجه قبل ما تبتدي في العمل، واحرر الافكار الطارئه. يعني حاول على قد ما تقدر تركز في اللي انت بتعمله، حاول على قد ما تقدر ركز في اللي انت بتعمله. لو انت ركزت في اللي انت بتعمله هتنجزه، لكن لو انا سبت نفسي لاي فكره طارئه تيجي في دماغي فاقوم عاملها، الاقي نفسي ان انا بفكر في 50 حاجه وما عملتش اي حاجه. بتخافي من النجاح ليه يا توتا؟ هو في حد يخاف من النجاح؟ بالعكس. تمام. أمينة بتقول حالا قبل الكورس كان عندي صديق قرأت مذاكرتي وطيرت الكلمتين اللي ذاكرتهم وقرأتها عشان الكورس. برافو عليك يا أمينة، حكاية تضيع وقتك أكتر من كده صعبة أوي. تمام. النجاح إلزام، مظبوط يا توتا، بس النجاح أحد وسائل السعادة. يعني كل إنسان ناجح في حياته فده متعة في حد ذاته، وكل إنسان ناجح في حياته ده بيخلي الاشخاص الاكثر نجاحا او الاشخاص الناجحين يقربوا منه. مش هتلاقي واحد فاشل الناس تحب تقرب منه، دايما الناس بتحب انها تقرب من الشخص الناجح، الشخص المتفوق، الشخص اللي عنده تطور ايجابي في حياته. وبالتالي النجاح ما يخوفش، النجاح بيخلينا اكثر حرصا ان احنا نوصل. عليكم السلام. ولا يهمك يا خديجة. الحفاظ على النجاح ما اقولش ان هو يخوف ويخليني قلق، لكن يخلينا اكثر تركيزا واكثر رغبة في النجاح. ربنا يكرمك يا نشوى. بالظبط. هو عشان كده اقول ممكن اكون قلقان ان انا مش عارف ان انا نجحت، فبالتالي لازم احافظ. عشان كده بقول لك ايه، الوصول للقمة سهل لكن الحفاظ عليها أكثر صعوبة. تمام؟ القاعدة دي قلناها في المحاضرة اللي فاتت وبأكد عليها النهاردة. فكر سنة ونفذ ثانية. اقعد فكر وقعد كتير جدا تفكر وتحط خطط وتحط تصورات، بس لما تيجي تنفذ نفذ في خلال ثواني. ما تفكرش ثانية وتنفذ سنة. هو ده الخطر. ان انت تقعد تفكر في ثواني معدوده في ايه، لما تيجي تنفذ براحتك بقى تبتدي بقى المفروض تعمل حاجه في خلال اسبوع تقعد شهرين ثلاثه تعمل فيها. فاياك اياك من ان انت تماطل في التنفيذ. حاول على قد ما تقدر ان انت تكون سريع جدا في تنفيذ الاشياء المطلوبه منك. تمام. مشكله ضبط الزمن لسه معايا على قد ما تقدر يا دكتور. حاضر يا مراز، ممكن نتكلم في نهايه المحاضره. ودي كارثه طبعا يا خديجه ان احنا بنفكر ثانيه وبننفذ سنه، دي كارثه الناس كلها الا ما رحم ربي. اخطر مرحله هي المتابعه، لان بيقول لك تخطيط ده تنفيذ اكنك ضارب من الامال الحالمه، ان انت حالم بامالي وامال واحلام وتضييع الوقت. انت تقدر تخطط وعمال تحط جداول وتلغي الجداول وتحط جداول وتشيل جداول، ده تضييع وقت، صح؟ نفس الكلام ان انت تنفذ بلا متابعه، يعني انا يا تنفذ ويا انفذ الخطه اللي انا حاططها
بس من غير ما تابع التخطيط، من غير ما تابع هذا التخطيط او هذا التنفيذ فده لا يجد مني. وبالتالي لازم اتابع نفسي، انا وصلت لاهدافي محبطه ولا لا؟ انا كنت حاطط اهداف السنه دي حققت منها كام في الميه؟ هل حققتهم كلهم ولا حققت 80% ولا 50% ولا 10% ولا 0%؟ هي دي المتابعه وهي دي الرقابه. فلازم تقارن ما سبب تخطيطه بما تم تنفيذه وانجازه. ليه؟ لان انا قلت مثلا حطيت خطه، الخطه دي حققت منها 80%، يبقى انا كده عندي نسبه انحراف عن الخطه ب 20%. اسال نفسي واعرف هو انا ليه ما حققتش دول؟ واحاول عاجلا استفيد من الايجابيات واتجنب السلبيات، وابتدي احط مقترحات عشان اعالج هذه السلبيات. وبالتالي عشان لما احط الخطه اللي جايه احقق بنسبه 100%. مظبوط كده يا محمود، رقابه هي مقارنه بين الاداء المخطط والمحقق ومعرفه الانحرافات. مظبوط جدا يا محمود. أأكد على المعلومة، لو أنا مش عنديش القدرة أنا أتابع نفسي أو أراقب نفسي، يبقى أدور على رقيب، أدور على حد أثق فيه يكون يقوم بدور المتابع، دور الرقيب، علشان يتابعني ويعمل لي حالة من التحفيز وحالة من التذكير بالأهداف. ميادة بتقول وقت العصبية أو الفرح القرارات بتكون سيئة، كيف أتحكم في اتخاذ أي قرار أو أتحكم في أعصابي؟ القاعدة الأساسية يا عيادة بتقول لك ما تاخديش أي قرار وأنت عصبية. القاعدة الأساسية مفيش إنسان ياخد أي قرار في وقت عصبية. وبالتالي لو أنا في حالة عصبية أو حالة فرحة مبالغ فيها لازم أصبر وأستنى لحد ما عشان قبل ما آخد أي قرار. لما الدنيا تبقى ظريفة كده أبتدي فعلا أبتدي آخد أي قرار. بالذات القرارات المصيريه. تمام؟ رد ثانيا قد يجعلك تندم ظهرا. مظبوط جدا جدا يا امين. تمام يا اميره. اوكي، لا تتحدث عن ضرائب طالما منها، ده اكيد طبعا 100% يا عبد الكريم. فستقول حديثا تندم عليه طوال حياتك. مظبوط 100% يا عبد الكريم. العفو يا ميادة. كده تمام؟ يبقى احنا كده مطالبين هنعمل ايه تاني؟ الواجب بتاعنا. الواجب بتاعنا. هنعمل أربع حاجات. الواجب بتاعنا هنعمل أربع حاجات. أول حاجة هنعمل الاختبار بتاع يونغ. هنطلع منه بشخصية معينة. حاجة من 16 كاركتر اللي احنا طلعنا بيهم. كده أول واجب. صح كده؟ من أنت؟ ده أول سلايد. السلايد الثاني. السلايد الثاني. في البرزنتيشن. أحط نفسي في الميزان. إيه نقاط القوة؟ وإيه نقاط الضعف؟ إيه هي الفرص؟ وإيه هي التهديدات؟ تمام؟ معلش يا خديجه، معلش. السلايد الاول يا مناز هو الاختبار. هتعمل الاختبار وهتطلع نتيجه الاختبار هنا. انت انهي واحد من 16؟ انهي واحد من 16؟ ويا ريت نركز في الاسئله عشان تبقى الاجابات صحيحه. لان ساعات الناس بتجاوب بسرعه وبتسرع بتبقى الاجابه غلط. نركز ونعمل اختبار اكثر من مره. تمام كده؟ ده اول سلايد. السلايد الثاني قلنا نتيجه للسلايد هجيب لك ديتيلز. اختبار مياده قلنا ان اختبار هيومو ماتريكس المهم الاربعه اللي فاتوا طلعت نفس النتيجه يا عبد الكريم، ده اللي يهمني. لو الاربعه طلعوا نفس النتيجه خلاص. اوكي؟ بعد كده قلنا في الميزان.
طب الحمد لله، ده اللي يهمني، ما تعملش تاني بعد كده. يعملوا كذا مره والاجابه نعم او لا. مظبوط كده يا اميره، برافو عليك يا اميره، كده زي الفل، كده انت صح. طالما عملت اختيار كذا مره وطلعت نفس النتيجه يبقى دي نتيجه مظبوطه. اوكي، الاختبار تاني هجيبه لك دلوقتي يا نياده. ده اكيد احنا بنجاوب غلط يا خديجه. الهدف من التكرار ان احنا نتاكد من النتيجه يا امينه. نفسي يا اسماء، ده اللينك بتاع الاختبار يا شباب اللي ما حضروش قبل كده. نفسي يا نشوى. اوكي معلش يا حبيبي، يبقى دي كلها اهداف ونحاول بقى نعمل كويس. ان طلعت كتير يا حبيبي، ده اللي يهمنا. نكتب مواقع شخصيه ملاذ ولا كده. وعليكم السلام يا ايمان، ولا يهمك خالص. بالنسبه لسؤالك يا مياده من موضوع المتابعه، مفيش اي مشكله، او ممكن على عقد كده يا مياده ما تقلقيش. اوكي، فالسؤال الثاني انت في الميزان. النقطه الثالثه السيره الذاتيه السي في، والنقطه الرابعه هنحط الاهداف. ما هو معنى ان انا بجاوب على حسب المزاج، انا مش عايز حسب المزاج، انا بتكلم حاول على قد ما تقدر يا خديجه تكون اجاباتك موضوعيه. يعني ايه موضوعيه؟ يعني لما تكون دماغك رايقه والدنيا صافيه ومفيش اي مشاكل ومفيش اي ضغوط ومفيش اي حاجه خالص، كل ده اعمل الاختبار كده بس. ده اللي انا عايزه. خلاص كده ماشي يا خديجه. اوكي كده في مشكله يا مياده، اهو جبت لك الرقيب اهو، بس اسمعي الكلام ده اللي يهمني. ماشي، كلامنا كتبنا الاهداف. المستعد الرابع هو الاهداف يا عبد الكريم. هنحط الاهداف بتاعتي. في الاهداف هتكتب لي الاهداف الوظيفيه والاهداف الشخصيه، هما دول يهموني. الهدف الوظيفي والهدف الشخصي. هتعرف يا ملاذ لما تعمل اختبار هتعرف كل شخصيه بتدل على ايه. ما تزعليش يا امينه، هتلاقي خد على الشات هتلاقي اللينك موجود. اوكي دلوقتي ميرسي يا نشوى، او نشوى بعت لك اللينك يا امينه. ده كده الشق الاول من المحاضره، ده الشق الاول. ربنا يكرمك يا رب يا امينه. انتم رائعون يا توتا، ميرسي جدا ليك. التطبيق العملي بقى النهارده، ده الشق كده احنا خلصنا الشق الاول. التسليم هتتعمل باور بوينت برزنتيشن وهتتبعت على الايميل بتاعي او على الاكونت بتاع الفيسبوك، تبعتوها في صوره باور بوينت برزنتيشن. خلاص يا شباب تبعتوها على الاكونت بتاعي، تبعتيه مسج على الاكونت بتاعي على الفيسبوك او على الايميل الشخصي بتاعي. شكرا جدا يا اسماء، ده الاكونت بتاعي، تقدروا تبعتوا لي البرزنتيشن عليه. خالص يا مراد ولا يهمك. اوكي كده واضح؟ ده ضروري جدا، يعني ده اللي انتوا هتعملوه، انتوا اللي هتعرضوا. يعني ان شاء الله المحاضره الجايه هتبقى تطبيق على بتاعت النهارده. هنطلع البرزنتيشن بتاعتكم وهنتكلم وهيبقى معاكم المايك انتوا اللي تتكلموا. عشان كده عايز تعملوه في خلال هذا الاسبوع. واضح؟ هتبعتها في رساله يا عبد الكريم. هتبعتها في رساله بالظبط كده يا عبد الكريم، هتبعتها لي في صوره برزنتيشن على الفيسبوك. مظبوط. حاضر اهو تاني يا احمد الاكونت بتاعي. شكرا يا محمود، شكرا يا اسماء. لا خالص يا ايمان، ما عملناش حاجه من الاسبوع التاني اللي فات، ما عملناش واجب يا ايمان. انت في جزء انت عملتيه قبل كده فزي الفل، انت بس هتظبطيه في الشكل اللي احنا قلناه النهارده كده. ممكن تبقى عربي طبعا يا ملاك، ما مش هتفرق معايا اللغه خالص في السيره الذاتيه ولا حتى في البرزنتيشن، اهم حاجه تبقوا عارفين انتوا كاتبين ايه. بالظبط كده يا امين. طيب ما هو العمل الواجبات اللي قبل كده مش هيتعب في الواجب ده. طيب التطبيق بقى العمل. النهارده بقى هنتكلم
نقطتين مهمين جدا 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 في الناحية العملية وفي التطبيق في حياتنا بقى. الانطباع الأول وأهميته، وإزاي نتواصل مع الناس عشان نبني علاقة من الثقة المتبادلة. دول الشقين اللي احنا هنتكلم فيهم النهاردة. أول حاجة هو الانطباع الأول. في ثانية كده كلكم بصيتوا على الصورة دي صح؟ ايه انطباعكم الاول عن البنت دي؟ ايه انطباعكم الاول عن البنت دي؟ خديجة بتقول زي العسل. ماشي يا خديجة. ماشي يا محمود، انا عايز اخد انطباعك. ما هي بتقول الثقة. عندكم مديرة شركة. ماشي. ناس بتقول عسولة. ماشي. نجمين بتقول العملية. تمام. ملاذ اجتماعية. أميمة بتقول وداع مريح. إيمان بتقول تستقبل بوجه مبتسم وسعد صدري. جميل جدا يا إيمان. ميادة بتقول مهارات تواصل واتصال. جميل. نسيم تنسيم اجتماعية جدا ومفيش في عينها خوف أو تردد. تمام. توتة بتقول ثقة. محمود كاذب شايفة شغلها مش فاهم إزاي بس أوكي. زينب بتقول تنظر مباشرة. جميل جدا. أميرة بتقول صادقة. رائع جدا يا أميرة. تنسيم ممتدة مرتبة ومش مبهرجة. جميل جدا. حلو. يعني واضح إن كل الانطباعات إيجابية. حد عنده أي انطباع سلبي عن البنت؟ أكيد تمام. أقول أكيد. حد عنده أي انطباع سلبي؟ ثقة يعني يا أحمد. أوكي. طيب هسأل سؤال تاني. لو أنت قابلت البنت دي ممكن يعني لو قابلتها قلت أو قابلتها في مكان عام، هل أنت تحب إنك تتواصل معاها بشكل مباشر؟ أو لا؟ أمينة بتقول طريقة وقفتها بتبقى واقفة مستقيمة. بس هي هنا عشان بتسلم بالايد يا امينه فالحنايه بسيطه. ماشي يا محمود. انا بنتكلم على الحشمه دلوقتي. تمام. نعم. ماشي يا نعم. او يا عبد الكريم السؤال تاني. لو انت في مكان عمل وهذه الشخصيه معاك في مكان العمل، هل هتحب انك تتواصل معاها؟ نعم ام بلا؟ بلاش نعم. الملابس غير رسمية. يعني هو طبيعة شغلها مش متفرغ انها تلبس فورمال. جميل. نعم طبعا. نعم. ماشي. ايمان بتقول الثقة الظاهرة بتعمل لها تعطيك راحة تشتغل معاها عملية وتستطيع ان تتفاعل معاك. طبعا نعم يا سيدي يا ايمان. دي من تحت العشمة. ماشي يا زينب. اوكي. ماشي اوكي. اقول لها يا خديجة، اقول لها انها تحتسب اكتر من كده. اوكي. طيب اوكي. تنسيم اربع. نعم. ماشي اوكي يا عبد الكريم. نعم خلال فريق العمل. لو ما فيش مشكلة تمام كده يا محمود زي الفل. احنا طلعنا بحاجتين، ان انتوا عاجبين لكم البنت، والنقطة الثانية ان انتوا عايزين تحجبوها. ماشي اوكي. المرة الجاية نجيب لكم الصورة وهي محجبة. اوكي. طيب طيب ده الانطباع الأول. يعني خدنا انطباع أول في خلال ثواني معدودة صح؟ ماشي اوكي يا تنسيم. اوكي. طيب تمام. معلش معلش يا عبد الكريم. اوكي. طيب الانطباع الاول. اكيد هحتاج فرق نقطة معاك يا اسماء. طيب الانطباع الاول بياخد من 30 ل 45. جميل. الانطباع الاول اللي احنا خدناه. اكيد مش عربية. احنا هنجيب لكم واحدة عربية. اوكي. طيب الانطباع الاول. الانطباع الاول بياخد من 30 ل 45 ثانية. حلو. ده اللي انتوا خدتوه. كل القرارات اللي انتوا خدتوها دي، كل القناعات
اللي انتوا خدتوها ديت خلال 30 ل 45 سنه. لا خالص يا امينه، يعني اكيد يعني انا قصدي انا جبت موديل بره مش اكتر، يعني مش هتراضي انها عربيه يعني. خلاص المره الجايه يا امينه وعدي في السواقه العربيه خلاص تمام. اوكي بلاش التعصب ده. طيب يبقى الانطباع الاول بياخد من 30 ثانيه ل 45 ايه ثانيه. كل ده انا بقولكوا دي كل ده عشان ان احنا لازم انطباعنا الاول الناس تاخد عننا انطباع اول انطباع اول جيد. تمام ايش يا خديجه؟ زينب بتقول ماذا يفيد الاول؟ انهي اول يا زينب؟ انا قصدي ان انا لازم انطباعي انطباع الناس عني الاول لازم يكون انطباع ايجابي. هو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. يعني احنا اتكلمنا شفنا صوت واحده في غالبيه الناس عجبتها الشخصيه من قبل ما هو يتعاملوا معاها صح؟ فانا نفسي انا عايز تبقى عني، يعني الناس لما تشوفني تبقى حابه انها تتعامل معايا. ايش صح كده؟ تمام. ملاذ بيقول انطباع الاول ما يقدر تغيره بسهوله، عشان كده احنا عايزين نعمل انطباع اول جيد يا ملاذ صح كده؟ ايه العناصر؟ ايه العناصر اللي بتكون الانطباع الاول؟ اول حاجه هو مظهر الشخص، ثاني حاجه هو معرفته كم المعلومات اللي بيحتوي بيها عقل، ثالث حاجه هو اسلوب التعامل الاجتماعي. تمام؟ احنا مش بنناقش هنا يا امينه هل الانطباع الاول ده بيبقى صح ولا غلط؟ ده بس عشان اوضح الصوره ليك يا امينه. لكن احنا هنا بندور ان احنا ازاي نعطي انطباع اول جيد للاخر. هو ده محور حوارنا دلوقتي. ازاي الناس تاخد عني انطباع اول جيد؟ عشان الناس تتعامل معايا، عشان الناس تقدرني بشكل كويس. هو ده اللي انا بتناقش فيه دلوقتي. مش بنقول هل الانطباع الاول ده حاجه كويسه ولا حاجه زي ده، مش 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 حوارنا خالص دلوقتي. تمام؟ طيب يبقى عشان اوقد الناس انطباع اول جيد يبقى لازم اهتم بالثلاث محاور دول، مظهري معرفتي واسلوب التعامل الاجتماعي. اوكي كهو بيقول عادي ممكن الانسان يتعامل في شغله بشخصيه غير شخصيته الحقيقيه عشان يخلق انطباع جيد. ماشي ده انا برضه مش موضوعنا محمود زي ما اتفقنا. انا زعل الناس بتتعامل ازاي؟ احنا عايزين الناس تاخد عنها انطباع كويس. هو ده اللي انا بتكلم فيه. اوكي؟ المظهر. يعني ايه مظهر؟ المظهر مش بس الملابس، يعني مش بس ان انا ارتدي ملابس جيده او غير جيده، وده اللي هنتكلم فيه كمان شويه. ده بيشمل ارتداء الملابس، يشمل النظافة الشخصية، يشمل الوضع الجسدي بتاعي بقف ازاي، بتكلم ازاي، يشمل المصافحة، بصافح الناس ازاي. ارتداء الملابس ده شيء غير مفيش خلاف فيه، هل من المقبول ان انا البس ملابس غير مناسبة للحدث؟ يعني هل من المقبول ان انا رايح في مقابلة عمل ان انا البس لبس كاجوال؟ او العكس ان انا رايح خروجه مع اصحابي ان انا البس بدله وكرافات. لازم ان انا البس الزي المناسب في المكان المناسب. والزي المناسب بيشمل ان انا يكون زي احترافي، يعني ده زي ما اتفقنا كده ان انا طالما انا رايح مقابله عمل يبقى انا لبس عمل، لو انا رايح مقابله شخصيه عاديه اجتماعيه لا بلبس اللبس العادي اللي ما فيهوش اي تقييم. فبالتالي ارتداء ملابس مهم، النظافه الشخصيه مهمه لان ده شيء بيعطي صوره وانطباع عنك، ما ينفعش انت تكون رايح مكان مش اعتناء بالنظافه الشخصيه. طريقتك في الكلام ووضعك الجسدي مهم جدا، المصافحه اللي هي حركه اليدين اللي بيتكلم فيها محمود ان انا ما ينفعش انا تبقى سلامي رخو اللي هو السلام الطري ده اللي واحد
يحط طواطيف ايديه وهو بيتكلم عن الناس، ده مرفوض. مش بقى سلام عنيف باليد ده برضك مرفوض، لازم يكون سلام حازم، وضع الايد متناسق، ده شيء مهم جدا. خديجه تقول طب افرض يا دكتور انا مش بصافع اعمل ايه؟ دايما اقع في هذا الموقف معين. اسلام يا خديجه لو في اختلاف في الجنس يعني ذكر وانثى ده لك حريه الاختيار. تمام؟ يعني لو راجل بيتكلم على واحده ست او ست بيتكلم على واحد راجل، هنا الموضوع بيقبل للاختيار. يعني مش اجباري ان الراجل يتكلم على واحده ست، ومش اجباري ان الست تتكلم على راجل. ده مش اجباري، ده اختياري بناء على ثقافه الشخصيه، بناء على طريقتها الطريقه، فالموضوع هنا اختياري. تمام؟ في اماكن تطلب ملابس معينه ولو لم نلبس ما هو ذلك في وظيفه. ما هو طالما الوظيفه محتاجه ملابس معينه يعنينا طبيعي انها مش هتقبل الشخص دوت لو هو جاي زي مخالف. زي ما قلت كده يا جدعان مش هتفرق خالص موضوع السلام، ممكن يبقى سلام عادي على الطاير يعني. سلام يا اسماء لازم يكون في سلام في ثقه. قلت يا خديجه السلام حق اي شخص، ممكن ان هو نظام باي باي على الهواء وطبعاً يعني خلق مختلف. تمام؟ يكون السلام في وضع مناسب للشخص المقابل له، قلنا كل واحد يحتاج، بس انا قلت تصور ان السلام باليد هو اختيار شخصي. مش اجباري يعني. ولا يقلل ولا يزيد من قيمه الشخص. مود بالنسبه للانثى اتضايق انت وهو يفهم انك مش بتسلمي. او ممكن في حد مثلا بيحط ايده اليمين مثلا في الشنطه وهتظهر يعني هي تبقى كتير جدا. المهم اكيد واصل معايا. في قاعده ذهبيه بيقول لك دريس تو امبرس، التاني تقنع زي ما قلنا كده، لازم يكون زي ملائم لطبيعه الوظيفه، يعني انا رايح في وظيفه عمل لازم يكون زي جيد زي مناسب. ده اللي يتقلنا بقى للزي الرسمي للرجال والزي الرسمي للسيدات. الزي الرسمي للرجال لازم يكون ده طبعا يشمل يكون شعر متسرح ممشط، شعر الواحد لو انا مش موضي دقني بحلقها ما سيبهاش كده طالعه نص نص، ولما بربي دقني يبقى اهذبها، ده شيء مطلوب وضروري. شعر الانف او الاذن لازم تتقص او تقلص. لازم الملابس الداخليه تمتص العرق والرائحه. لازم القميص يكون نظيف ومكوي ومش ضيق. طبقة الحزام تكون في النص. دي كلها حاجات اساسيه في بي الرجال. طبعا كلها مهمه جدا يا عبد الكريم. كمان لازم يكون طول سترة الذراع لمفصل الرسغ يعني قريب من الرسغ بشكل بسيط. لو الشرابات او الجوانب اي لون غير الابيض، ليه؟ لان اللون الابيض بيتسخ بسرعه وبالتالي غير مطلوب ان تلبس شراب لون ابيض، تلبس اي لون شراب يكون مماثل او مشابه للون الجزمه او لون البنطلون. واهم حاجه ان جلد رجليك ما يظهرش. طبعا لازم الاحذيه تكون لامعه، لازم طبعا تحط كميه بسيطه من البرفيوم، طبعا الضوافر تكون قصيره ونظيفه، ولو انت متجوز يبقى خاتم الزواج في وضع البنسل. واضح كده يا شباب؟ شباب كده الدنيا واضحه ليكم؟ حد عنده كومنت في الازاي؟ طب ايه شباب يا نايمين؟ لسه اقول للبنات دلوقتي؟ اوكي؟ يعني الولاد عندكم اي سؤال؟ الله يكرمك يا توتو. لا عادي ده انت مش متجوز او مش متجوز عادي يا محمود هتلبس غصب عنك يعني. تمام. لسه اقول دلوقتي البنات يا خديجه. ماشي بس انا دلوقتي انا بتكلم على زي الرجال يبقى اكيد بقول لمين؟
اوكي تمام، العيش يا نرمين. ما شاء الله. اوكي تمام، لو حد زي اللي في الصورة ماشي يا أسمى. تمام ماشي يا أمينة. اوكي طبعا 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 يا محمود، هو احنا لو مش من غيرهم زي ما بيقولوا كده. طيب ازاي الرسم للنساء؟ بالنسبة للبنات بقى عادي يا زينب، عادي الراجل حر يعني، يمكن يكون عنده حساسية عادي يعني، الخواتم والدبل دي أشياء عادية يعني، تعملينه إيه؟ ممكن نقول بعد المحاضرة يا زينب. أوكي؟ طيب إزاي الرسم للبنات أو للسيدات أو للنساء عموما؟ طبعا زي يتميز. خلاص خلاص يا خديجة، العناصر سريعا يا نشوى، الزي والمعرفة وأسلوب التعامل الاجتماعي، هم دول العناصر اللي بيكونوا الانطباع الأول. أوكي البنت يبقى كيف وليس كم، يعني ما تلبسيش هدوم كتيرة، ما تلبسيش طرح، ما تلبسيش حاجات كتيرة كده متعركة، مش الشطارة تلبس حاجات كتيرة، الشطارة تلبس لبس متناسق وملائم، هو ده ليهم. تمام؟ اوكي. ما ينفعش يبقى لبسها ضيق خالص خالص، يعني القاعدة بتقول لك تو تايت ايكوال تشيب، يعني الحاجة ضيقة قوي معنى كده ده لبس رخيص وليس عميق. لو بتحب تحط ميك اب يبقى ميك اب مهني، يعني ايه ميك اب مهني؟ يعني مسكره واحمر شفاف على الاقل. طبعا البلوزه او التي شيرت لازم تكون نظيفه ومكويه. طبعا لو انت رايحه مقابله عمل يبقى لازم تلبسي جاكيت، الجاكيت يكون مناسب زي هنا كده، ولازم يكون طول دراعه واصل لنفس الراس. بعدك الشرابات ما تكونش بثقوب، ومعاك يكون معاكي ستير، معاكي زوج اضافي من الشرابات في الشنطه. طبعا الجزمه تكون لامعه. لو برفيوم بتحط برفيوم بتبقى كميه صغيره مش كتيره، ما تبقاش اوفر يعني. برضك الضوافر تكون مانيكيرد ومشجبه ونظيفه، وما فيش مش متقشره من طلاء الاظافر. لو بتستخدمي اكسسوارز مجوهرات لازم تكون صغيره او متوسطه الحجم، بلاش الاحجام الكبيره، بلاش ال يسموه ايه الحلق الكبير او الاقراط الكبيره. تمام دي كده هتشد الانتباه اكتر ما هتشد الكلام بتاعك. ما اكيد ما يكونش ليها صوت خالص خالص يا امينه. تمام فلازم على قد ما نقدر ان احنا نكون متوازنين في لبسه. اوكي كده واضح يا بنات؟ شفت اهو يا بنات اهو كده واضح. الكعب لو هتلبسي كعب يكون كعب يعني واسع علشان ما يعملش صوت، دايما الكعب المحدد المدبب ده بيعمل صوت عالي قوي، فانت داخله الشركه كلها مركزه معاكي، فده مش صح، لازم يكون كعب لحد ما عريض عشان ما يكونش بيطلع صوت عالي. تمام كده؟ حد عنده سؤال يا بنات؟ ماشي يا اسمك، برافو عليكي. ربنا يكرمك يا زينب، ده من ذوقك. يا سلام. ما هو لو شركة عارف ان انت موجوده ده مش حاجه كويسه يعني. طيب يبقى ده اول شق، الشق الاول في اللي احنا اتكلمنا فيه هو المظهر، لازم يكون مهتم بالمظهر بشكل جيد. الشق الثاني هو المعرفه، ده شيء مهم، ما ينفعش ان انا ابقى ابيض وارد، ما ينفعش ابقى داخل على وظيفه وما عنديش اي معلومات عن الوظيفه اللي بتكلم فيها. فمعرفتك الحكم عليها واختبارها
هو اساس تقييم كفاءتك. تمام. هل الدبله في مصوره يا دبله؟ ما الموضوع الدبله؟ يعني ان هو جوزك ما بيلبسش الدبله؟ ده سؤالك يا زينب؟ طيب هو ممكن تبعتي لي جوزك وانا هقول لك هو اعرف له سبب المشكله ايه. ممكن يكون الراجل عنده مشكله فيه، رجاله يكون عندها حساسيه من كبيجه بتسخنك. تمام. لا لا انت سبقت انت كمان. لا 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 الموضوع هي هو واضح ان البنات موضوع من ضمن شيء حيوي. هو قاعد اقول لك يا زينب ان الموضوع بسيط جدا. الراجل في رجاله كثيره ما بتحبش تلبس دبل، مش علشان ان هو مش عايز يظهر ان هو اعزب زي ما اسمه بتقول، ولكن علشان هو مثلا مش متعود ان هو يلبس حاجه في ايديه، او هو بتجيله حساسيه من الخواتم او الدبل فده وين. بس يمنع يلبس الدبل. بس ده ما فيش شغل الا في شغل طبعا، في شغل يمنع يلبس الدبل اللي هو شغل في مشاريع ادارات حاجات زي كده. ممكن نجيب له خاتم على حسب. صح مش مهتم. ما شاء الله يا سلام توتا عقلة ازاي؟ مش بتاخديني من الشكليات يا زينب. وبعدين بتقول لك حل تاني هو يلبس خاتم، يعني هو المشكله في الدبله؟ خديجه بتقول لك جوزها كده يلبس دبله عادي ما شاء الله. يعني واضح ان انتوا واخدين موضوع جدالي. جريج بيقول كل ما اروح لدواب زوجتي وفتح الباب تقول لي ما تطلع الا لابس الخاتم ما شاء الله. مكتر في بعض الوظائف. يس هجيب لكم الشباب. ايوه. نرجع بقى للمحاضره. كفايه الجدل السوبرستار بتاعكم ده ملوش اي لازمه. تقريبا المحاضره كده على تلبيس الجبل. مبروك يا توته. اصل ما ينفعش اقول له البس دبله، لو هو عايز يلبسها يلبسها، لو ما عندوش مشكله مرضيه او نفسيه هنا. مظبوط يا امين ونعم الكلام. بس هو اتبعها كنت اقرا في هذا الموضوع وشفت ان الموضوع جدا عادي وفي منه اي اهميه. تمام يا عبد الكريم. سبحان الله. اوكي ربنا يكرمك يا رب. طيب يبقى قلنا اول حاجه المظهر. النقطه الثانيه هي المعرفه. قلنا المعرفه هي دي تحكم مدى كفاءتك. وبالتالي لازم طالما انت بتتكلم داخل الانترفيو لازم تكون ملم بمهنتك بقواعد مهنتك. ده شيء اساسي ومهم جدا. ولو انت ما تعرفش الاجابه ما تفتيش. لو انت تسال سؤال في الانترفيو او في مقابله شخصيه واتسالت سؤال وانت مش عارف اجابته لا تفتي. ما تجاوبش اجابه غلط. يعني قول ما اعرفش. قول ما تعرفش. بس. ده قاعده. وتحاول انك توعد الشخص انك تجيب الفرق. تمام كده؟ فده شيء اساسي جدا في التقييم. الشق الثالث في الانطباع الاول هو اسلوب التعامل الاجتماعي، اللي هو انت عندك سمو في العلاقه، بتتعامل بطريقه ساحره كده، بتشد الناس، بتبتسم في وشهم، صدق مجد اكيد مليون في المية يا احمد. يكون عندك اتيكيت في التعامل، بتتكلم امتى، تسكت امتى، طريقتك في السلام، طريقتك في التعامل، كل ده شيء مهم جدا وبيفرق مع الناس في الانطباعات الاولى. عشان كده حاول على قد ما تقدر ان انت تميد التعامل مع الناس. واضح كده؟ ده بالنسبه للانطباع الاول. يعني احنا كده اتكلمنا في الانطباع الاول، قلنا ان الانطباع الاول بيركز على ثلاث محاور اساسيه. اول حاجه هو المظهر، ثاني حاجه هي المعرفه، ثالث حاجه هو اسلوب التعامل الاجتماعي. الموضوع الثاني من الموضوعات التطبيقيه كده، في مشكله ان احنا نعمل ده في حياتنا؟ سؤال، هل في مشكله ان احنا نطبق ده في حياتنا؟ ان احنا يبقى مظهرنا جيد؟
ان احنا نقرا كويس ونتعلم كويس. النقطه الثالثه ان احنا ازاي نتعامل بشكل جيد مع الناس، كل ده شق مهم جدا في التعامل مع المجتمع. صعب زي الفطيم. مش برافو يا عبد الكريم، ده هدف انا حققته في حياتي. تمام، يا رب دايما كده يا مدرس. اوكي، الشق الثاني هو ان انت تتواصل عشان تبني علاقه من الثقه المتبادله. ده شيء مهم جدا علشان ان احنا بنتكلم فيه. نسمع عن كلمه رابور. كلمه رابور دي كلمه فرنسيه، الانجليز خدوها ومعناها بالعربي هي الثقه المتبادله. ربنا يكرمك يا عبد الكريم، وده شيء يشرفني طبعا. الثقه المتبادله او الرابور ده انك تبني علاقه قايمه عن الثقه المتبادله. طيب ازاي بقى؟ ازاي تبقى علاقاتك قايمه عن الثقه المتبادله؟ يعني احنا قلنا في الشق الاول ان انا اعرف انطباع اول جيد، شيء رائع حلو. طيب الانطباع الاول هو اللي بنسميه العلاقات ذات المدى القصير، اللي هو علاقه بدات في لحظه، في وقت، في شغل، وتفضل، فده وقت زمني محدود. الشطاره ان انا احول الانطباع الاول دي لعلاقه قائمه على الثقه المتبادله. وبالتالي ده عمليه، هذه البناء ده عمليه مستمره. في ثلاث مبادئ توجيهيه عشان تبني العلاقه. اول حاجه ان انت ازاي تتكيف مع نمط الاتصالات الشخص الاخر، لان كل شخص وله نمط اتصالاتي مختلف. يعني هنقدر يعني بعد شويه هنعرف ان الناس اربع انواع وهنعرف الفوارق ما بينهم. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه انك تدور عن علاقه بينك وبين الشخص الاخر. والنقطه الثالثه انك تركز على احداث ذات منفعه متبادله. دول الثلاث نقاط الاساسيه عشان تبني علاقه قائمه على الثقه المتبادله. طب هناخدهم بالتفصيل. أول حاجة إزاي تتكيف مع نمط الاتصال في الشخص الآخر؟ ليه؟ قال لك الناس أربع أنواع. التواصل ما بينها وما بين بعضيهم أربع أنواع. قال لك في نوع بنسميه النوع القيادي. الشخص القيادي ده هو شخص كلامه حاد، حازم، قليل الكلام، بيبحث عن النتائج، ما يهموش قوي العلاقات الاجتماعية، فده بنسميه الشخص القيادي. تمام؟ لغه جسده شخص محافظ جدا، يحب يلبس ملابس فورمال، الصوت صوت كده واضح. تمام؟ ده الشخص القيادي. لغه جسده ده كده ان هو بيلبس لبس فورمال، حركاته محدوده، ما بيضحكش كتير، شخص حازم في طريقته في الكلام. ده نمط. في نمط تاني بنسميه الشخص التعبيري. الشخص التعبيري على النقيض، ضربت شخص يعني شوي اكتر، يعني شخص بيحب يظهر افضل ما عنده، بيحب ان هو يتكلم كتير، بيحب يتكلم عن انجازاته وامجاده الشخصيه. ده شخص التعبيري. بيتكلم بسرعه، ما بيسمعش خالص. لغه جسده بيحب الالوان كتير، بيحب يعبر كتير بايديه. فده بنسميه شخص تعبيري. نوع تالت بنسميه شخص تحليلي. شخص التحليلي شخص متحفظ، شخص دقيق جدا، شخص شكاك بطبيعته، دايما بيحاول ان هو يدور على البراهين لاثبات او لنفي اي شيء في الدنيا. فهو ده شخص التحليل، بيحب ان هو يتعامل بشكل معين بشكل كبير. اوكي، الشخص الرابع معانا هو الشخص الودود، اللي هو الشخص الطيب الودود، اللي اجتماعي جدا، بيحب يضحك في وش الناس، ما بيحبش يزعل حد، ده اسمه الشخص الودود. اوكي؟ طيب ده احنا كده عندنا اربع
قناط الشخصية. عندنا أربع قناط من الشخصية. السؤال بتاع توتا إزاي أتعامل معاهم؟ أوكي؟ الشطارة يا توتا إن إحنا نتكيف مع نمطهم. يعني إيه أتكيف؟ أتكيف إني لما أجي أخاطب كل شخص أخاطبه بالطريقة التي يقبلها مني. بمعنى إيه؟ يعني الشخص الودود لازم أكون معاه أكثر مودة، بحاول إن أنا أتعامل معاه ببساطة، ولكن في نفس الوقت لأن هو عشان هو شخص indecisive يعني شخص غير حازم في قراراته، فأنا ممكن أكون وسيلة من وسائل أنا أساعده إن هو يبقى حازم في حياته. تمام؟ لا ده أسلوب يا أمينة، لكن أنا بعمله عملية تكيف. في فرق إن أنا أغير أسلوبي إن أنا أتكيف مع أسلوبي اللي قدامي. في فرق. معنى إن أنا أغير أسلوبي خالص إن أنا أبقى شخص تاني، ده مش صح. لكن إن أنا أعمل عملية تكييف إن أنا أوصل الرسالة بطريقة سليمة وبطريقة الآخر يستقبلها بشكل جيد. وده غلط يا أمينة، مش صح ان انا اقول كلام مجتمع بيه ما يفرقش معايا اللي قدامي. مع القصه مش ان انا اقول كلامه خلاص، ان لو انا بقول كلامه خلاص ويبقى قدامي ما اقتنعش بيه يبقى انا كده ما قلتش اي حاجه. امال ايه قصدك يا امينه؟ لا طبعا مش هنخسر حاجه من شخصيتنا يا توتا. ايمان بيقول شخص ايه وشكاك مش هيقول الصعبه كيف التعامل معه. تمام يا ايمان، هنقول دلوقتي ايوه مظبوط يا اميره، يبقى في نوع من المرونه. تمام يا امينه مظبوط كده. ايوه حلو قوي الاجابه دي، توتا بتقول الاجابه مظبوطه مليون في الميه. بتقول معنى كده ان كلنا عندنا الاربع شخصيات بدليل اننا هنتكيف مع الاربع انواع، ولا ده غلط؟ مظبوط 100% يا توتا. اي انسان في الاربع شخصيات. فشطارتي ان انا اطلع بس طبعا بيبقى في شخصيه هي اللي غالبه شويه. لكن كل احنا كاشخاص عندنا الاربع انماط. عندنا الاربع انماط. فالشطاره ازاي استخدم النمط اللي جوايا، ازاي استخدم النمط اللي جوايا عشان اعرف اتكيف مع النمط اللي قبلي. اوكي؟ تمام؟ الشخص التحليلي عاوز اعمل حاجه، الشخص الودود قلنا نتعامل معاه ازاي؟ انا اتعامل معاه بطريقه اكثر لطفا وبرضك بطريقه فيها نوع من الحزم عشان هو شخص ما بيعرفش ياخد قرار. الشخص القيادي لازم اكون معاه ستريت، ما اتكلمش معاه كتير، لازم اقلل كميه الكلام معاه واخش في الموضوع زي ما بيقولوا كده. الشخص التعبيري لازم اعمله عمليه تقدير ويعني اعمله عمليه يعني احسسه بقيمه نفسه علشان يسمعني، لان هو مش هيسمع طالما ان هو حس مني عدم تقدير. الشخص التحليلي لازم يكون معايا ادله وبراهين بتاع عشان هو يقنع. ده باختصار. تمام؟ ان شاء الله ممكن نبقى نعمل كورس بعد كده عن كيفيه التعامل مع كل الانماط البشريه. امينة بتقول ده طبيعي، احنا مش هنتعامل في البيت زي الشغل ولا مع الولاد زي البيت. صح جدا يا امينة. ويا مع الغريب زي القصه دي موجود طبعا. خديجه بتقول هذه الانماط تعب المعاشره الشخص قال ممكن نعرف من اول يوم، يمكن معرفتها من اول يوم وليها علامات وليها اختبارات وبالبصر تقدر تعرفيها يا خديجه. تمام؟ عشان كده ان شاء الله ممكن نعمل كورس متخصص في الحته دي. يمكن عبد الكريم بيقول ان في كتاب اسمه كيفيه التعامل مع الناس، و في كتاب اعتقد دكتور بعيد الفقهي عن هذا الموضوع، في كتاب اعتقد انه قوي جدا يا عبد الكريم هو كيف تؤثر على الناس، كيف تكسب الاخطاء وتؤثر على الناس، ده لديل كارنجي. ديل كارنجي هو اللي عامل الكتاب ده. مظبوط، برافو عليك يا توتا. صح بالظبط يا اسماء، هاو تو وين فريندز اند بيبول، هو ده الكتاب بتاع جيل كارنجي. طيب نكمل بعد كده. خلاص يبقى اول حاجه هنعمل عمليه التكيف
لا تاني نقطة التكيف أو سوري أول نقطة التكيف بعد كده بتدور على أرضية مشتركة. أوكي؟ التحليل يعني بمنتهى البساطة إن إحنا نكون طالما أولا نتكلم عن الراحة ونجيب له الأدلة والبراهين اللي تثبت كلامه، لأن هو مش هيصدق أي كلام من غير أي دليل أو برهان. تاني نقطة إن إحنا ندور على أرضية مشتركة. أرضية مشتركة مع الشخص الآخر، طالما أنت عايز تتفاهم مع حد، طالما عايز تبني علاقة مرتبطة مع الآخرين، حاول على قد ما تقدر تدور إيه نقاط الاتفاق بينك وبين الشخص الآخر. ودي مشكلتنا. ليه؟ إن إحنا دايماً لما نيجي نتناقش بندور إيه نقاط الخلاف. ودي كارثة. لو أنت بتدور على إيه نقاط الاختلاف ما بينك وبين الشخص الآخر، الاختلاف ده هيؤدي إلى خلاف، وبالتالي هتتخانقوا مع بعض، وبالتالي مفيش حد هيتكلم تاني. صح؟ الشطارة ان احنا ندور ايه الارضيه المشتركه مع الشخص الاخر. ليه؟ عشان اخسر الحاجز النفسي ما بيني وبينه. نحاول ندور على موضوع احنا متفقين عليه، سواء بقى اصدقاء مشتركين، سواء مصالح مشتركه، سواء احداث جاريه، سواء موضوعات متعلقه بالوظيفه، حاجه انتم متفقين عليها. فبالتالي هيبقى في حوار مشترك. وده طبعا شيء مطلوب جدا جدا. بعد كده بنوصل لمرحله ان يبقى اهداف ذات منفعه متبادله، يعني ان احنا نخلي علاقاتنا علاقات نفع متبادل، وده عن طريق ان احنا نحدد اهداف ذات منفعه متبادله ما بين احنا الاثنين، وان احنا نشتغل احنا الاثنين عشان نوصل لهذه الاهداف. وده من اقوى العلاقات الانسانيه، ان انت والطرف الاخر في هدف مشترك، انت الاثنين بتسعوا اليه، وانت الاثنين بتساعدوا بعض عشان توصلوا. يعني مصالح مشتركه، يقول عبد الكريم. ومش معنى كلمه مصالح مشتركه انها مصالح ماديه، ممكن تكون مصالح معنويه، ممكن يكون طرف مادي وطرف معنوي. اهم حاجه ان في منفعه متبادله. وده اللي بيقلنا لمرحله اعلى اسمها المصداقيه. معنى ان انت عندك مصداقيه ان هو احترام والايمان بما يقول المتحدث، يعني الناس تحترم ما تقول وتؤمن بما تقول. ده اللي احنا بنسميه كريديبلتي. طيب ازاي يبقى عندي مصداقيه ان انا اكون شخص قسط عندي كفاءه، بنيت ثقه قويه ما بيني وبين الناس، عندي القدره ان انا اعرف ايه اوجه التماسك ما بيني وبين الاخرين، وان انا اعبر بصدق عن مشاعر. ده اللي احنا هنتكلمه ازاي تثبت كفاءتك، وزي ما قلنا عن طريق علمك ومعرفتك. كل ما انت عندك علم، كل ما عندك معرفه، الناس هتثق فيك، الناس هيبقى عندها رغبه انها تسمعك. تمام؟ وعشان تبقى عندك معرفه جيده لازم يكون عندك استعداد جيد وتنظيم متقن لحياتك. واهم حاجه ان انت ما تكونش صرصار. يعني ايه صرصار؟ يعني انت بتتكلم مع كلام على الفاضي. يكون كلامك كلام موزون، كلام مبني عن علم وليس مبني عن وهم. تمام؟ وحاول قد ما تقدر انك تختص كلماتك بشكل احصاءات وامثله، لان ده معناه ان انت عندك معرفه عاليه. ربنا يا اخي ربنا يكرمك يا زينب يا رب. طيب يبقى ده الكفاءه. الثقه. الثقة بتأتي من التحدث بصدق، كل ما أنت تحدثت بصدق كل ما الثقة زادت بينك وبين الناس. كل ما أنت كذبت كل ما حاجز الثقة ده بيقل لحد ما ينتهي. فحاول على قد ما تقدر إنك تكون صادق في الحديث. كل ده مكان بنى سمعة قريبة عنك إن أنت شخص صادق. تمام؟ تمام يا أمينة. بدون تكلف. اللي هو الكلام يكون بدون تكلف. تأكيد طبعا يا مينا، لازم تكون واحد ما فيش تكلف في الكلام. النقطة دي احنا قلناها قبل كده في بناء الثقة، اللي هو ان يكون في اوجه تماس ما بين المتكلم والمستمع، قلنا ان يكون في ارضية مشتركة، ندور على ايه التشابه ما بيننا، سواء ثقافة، لغة، دية، whatever. ده بيكسر حاجز الجليد بينك وبين الناس.
مظبوط، يعني ما ينفعش الواحد يتلون عشان يرضي الناس، لان ده في لن تنال، مفيش انسان هينال رضا الناس كلها. لازم تعبر بصدق ان انت لما يعمل حد حاجه كويسه تثني عليه بشكل ايجابي وبشكل حماسي، ده شيء مطلوب 100%. بس وانت عيد. شكرا جزيلا جزيلا لكم، اتمنى من الله تكونوا استفدتوا. المهم ما تنسوش الواجب، المهم ما تنسوش الواجب، وهذا ده انتوا اللي هتتكلموا. ده اكيد طبعا يا اميره، شغل كبير جدا للمتقدرين وللدعم بشكل كبير جدا. اسال يا عبد الكريم. ايوه هتبعت الملف، وانت اللي هتعرضه يا عبد الكريم مش انا اللي هعرضه، الا لا قدر الله، لا قدر الله عندك مشكله في المايك. وبنبه عليكم من دلوقتي، كل واحد فينا كل واحد فيكم هيعرض، يجهز اللاب بتاعه، لو ما عنده مشكله في اللاب يصلحها. لا واجب تاني يا خديجه. ايوه يا توتا، ايوه يا توتا، معلش ظبطيه بقى، جربيه يا دي في الاسبوع ده، عندك اسبوع كامل تظبطي في المايك. كل واحد فينا هيعمل البرزنتيشن. الواجب تاني سريعا يا خديجه، احنا قلنا ان الواجب هنعمل فيه كذا شغل، يعني اربع نقاط اساسيه. النقطه الاساسيه الاولى هنحط نتيجه اختبار، انت نوعك ايه؟ ده اول نقطه في الاختبار، يعني اول سلايد هنحط انت نوع انهي نوع من السكاشن. النقطه الثانيه هتحط نفسك في الميزان، نقاط القوه، نقاط الضعف، ايه الفرص المتاحه، ايه التهديدات. السلايد الثالث هنحط السيره الذاتيه بالطريقه الاحترافيه. النقطه الرابعه هنحط الاهداف، وبالذات الاهداف المهنيه اللي احنا طلعناها من الاختبار والاهداف الشخصيه. تمام؟ هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه، هو دول الاربع نقاط اللي احنا اتكلمنا فيها. جيبي سماعات بهيبسون هتبقى كويسه. هو الفايرفوكس والكروم هيشتغل برضك يا اسماء، يعني انا شغال على الكروم مفيش مشكله منه، بس يعني مش يعني نزلوا الاثنين. عايزكم تطلعوا، ده انا لسه هقول لكم هتعملوا ايه بعد كده، ده دي بس ده دي المرحله الاولى، ده المرحله الجايه اصعب من كده. تمام مفيش مشكله. كل واحد هيعرض في الاربع سلايدز خلال 10 دقائق. بالظبط كده يا محمود، برافو عليك يا محمود. تحاول على قد ما تقدر يا شباب ان الحاجات تتبعت قبل يوم الاربعاء. يعني على قد ما تقدروا تبعتوا الحاجه قبل يوم الاربعاء او ماكسيموم يوم الخميس الصبح، عشان نقدر ننزل البرزنتيشن، وعلشان لو في اي تعديل اقول لكم عليه. تمام؟ ان شاء الله يا عبد الكريم المحاضره القادمه الساعه يوم الخميس الساعه 4:30 توقيت القاهره، 5:30 توقيت جرينتش. امين يا امين. تمام كده؟ كده بقى تقضوا ويك اند حلو و تستمتعوا باجازتكم، واشوفكم بألف خير، ونلتقي باذن الله الاسبوع القادم ان شاء الله على ألف خير، وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.